اوكي طيب خلينا نبدأ. روان تمام. تمام. طيب، مساء الخير ومرحبا بكم وبكم جميعا في هذا اللقاء، والذي نتمنى أن تتحقق الغاية منه وأن يستجيب لتطلعاتكم وتزويدكم وتزويدكن بالمعرفة الشاملة حول موضوعنا لليوم بخصوص الوضع القانوني لحركة المقاطعة العالمية BDS حول العالم. ويأتي هذا اللقاء ضمن البرامج والنشاطات القيمة التي تنفذها منظمة القانون من أجل فلسطين. وقبل الترحيب بضيوفي بشكل خاص والدخول إلى موضوعنا، يسعدني أن أنقل الحديث للدكتور إحسان عادل، رئيس المنظمة، بعد شكري وتقديري للجهد والعمل الرائع الذي يقوم به للتعريف بمنظمة القانون من أجل فلسطين. تفضل دكتور عادل. شكرا روان. طيب يعني تحياتي للجميع، يسعد مساكم. اللي عنده طبعا صبح فيسعد صباحكم. يعني سعيد جدا بوجودكم. أحب في البداية نرحب بالجميع، وفي المقدمة دكتور عبد عواد ضيوفنا لليوم، المحامي في الفلسطيني الأمريكي، والأستاذ صالح حجازي نائب مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تحياتي أستاذ صالح ودكتور عبد. كمان بحب أرحب بكل الضيوف اللي معانا، أساتذة القانون الدولي في الجامعات الفلسطينية، دكتور مؤيد، دكتور علاء، دكتور عمار. تحياتي لكم، بالإضافة إلى ترحيبي بالخبراء في لجنة القانونيين من أجل فلسطين والأعضاء اللي انضموا إلنا الفترة الماضية بملتقى القانونيين من أجل فلسطين. وكذلك بحب أرحب بمن يتابعنا بشكل مباشر حالياً في منصة الأعضاء في ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، اللي يعني حقيقة أنا سعيد جداً وعمال بيخرجين قديش فعلياً في إحنا عندنا احتياج لمناقشة هذا الموضوع والمواضيع الأخرى اللي بتخص مسائل القانون الدولي وفلسطين، بأنه إحنا الملتقى انطلق قبل أسبوعين. خلال هدول الأسبوعين انضم إلنا كأعضاء في هذا الملتقى بالضبط 210 أشخاص من القانونيين والأصحاب تخصصات العلوم السياسية، فهذا خلال أسبوعين فقط. هذا بيعطينا برضو مؤشر على قديش فعليا في عندنا احتياج كبير لهذا الملتقى ولمثل هاي اللقاءات اللي الهدف منها هو فعليا إنه احنا نثير النقاش حول مسائل دائما ما يعني يثور حولها جدل سواء محليا أو دوليا. وهدف آخر مهم جدا لهذا اللقاء واللقاءات القادمة ضمن هذا الملتقى هو إنه إحنا عمليا نعمل على تأسيس تجمع يربط بين القانونيين المهتمين بالموضوع الفلسطيني في العالم، سواء كانوا مع رؤية معينة أو ضد رؤية معينة. الهدف هو إنه إحنا نثير النقاش، الهدف هو إنه إحنا يكون في عندنا جو قانوني حقيقي يؤدي إلى تبادل الأفكار، تلاقح الأفكار، والخروج مش برؤية واحدة، وإنما الخروج بإنه الفكرة يعني تتداول من أكثر من ناحية. مثل ما قال يعني أرسطو أنه علامة العقل المتفتح هو قدرته على تداول الفكرة دون أن يتقبلها. هذا هو هدف هذا الملتقى، هو أن نتداول الفكرة بغض النظر عن مدى وجودنا على يمين أو على يسار الفكرة. وعشان هيك إحنا اليوم بدنا نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده. فبرحب فيكم مرة أخرى. هذا الملتقى وهذا اللقاء هو أول لقاءات هذا الملتقى. إن شاء الله أيضا في الأشهر القادمة راح يكون في عندنا مواضيع على نفس المستوى وعلى نفس الجدية وعلى نفس الأهمية. فبشكركم جميعاً، انتظرونا كمان في الأشهر القادمة. والآن بترك المنصة لروان وللضيوف الأعزاء. دكتور إحسان، لو سمحت بس يعني بأقل من نصف دقيقة عن منظمة القانون من أجل فلسطين شكراً الهدف. روان، يسعدك. أوكي، القانون من أجل فلسطين طبعاً بشكل أساسي هي المنظمة، يعني سجلت بشكل رسمي في بريطانيا. المنظمة هي منظمة حديثة النشأة بال 2020، خلال وقت قصير جدا الحمد لله لقيت تفاعل كتير كبير. عندنا حاليا بيشتغل معنا 50 متطوع فلسطينيين وغير فلسطينيين، موجود في أنحاء مختلفة من العالم.
الهدف بشكل أساسي هو أنه إحنا نؤسس لنظام معلومات يجمع كل ما يتعلق بتفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بفلسطين محلياً ودولياً، كل ما يتعلق بفلسطين والقانون الدولي بنحاول أنه إحنا نوثقه، بما في ذلك الدراسات الأكاديمية، فعاليات حقوقية، إصدارات للمنظمات غير الحكومية، إصدارات للجهات الرسمية سواء فلسطينية إسرائيلية أو دولية، بنوثقها كلها. ثم عندنا مسألة التحليل والمقالات والترجمات اللي تشمل على رأسها ترجمة السجل الرسمي لقضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا التشبيك بين القانونيين، واللي هو زي ما حكينا أنه هذا الملتقى هو يأتي في طليعة هاي الفكرة، أنه إحنا فعليا يكون عندنا تجمع لكل القانونيين وحتى التخصصات القريبة من القانون أو المهتمة بالشأن الفلسطيني أو قد تهتم بالشأن الفلسطيني، مثل العلوم السياسية، العلاقات الدولية إلى آخره. فهذا بريفلي أهم ما نقوم فيه في المنظمة. سعداء جدا بأنه هذا اللقاء هو عمليا يعني باكورة أعمال ملتقى القانونيين من أجل فلسطين. شكرا دكتور إحسان، يعني نتمنى أنه يكون لقائنا اليوم هو اللقاء الأول، يكون هو الخطوة الأولى في اتجاه يعني تشكيل فريق أو مجموعة كبيرة من المهتمين والقانونيين للعمل ودعم أيضا أهداف منظمة القانون من أجل فلسطين في برامجها الأخرى. حول موضوعنا اليوم وبمراجعة أدبيات حول موضوع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، عرفت هذه الحركة نفسها على أنها وسيلة ضغط شعبية وسلمية نشأت في العام 2005 بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية وإزالة جدار الفصل العنصري وإيقاف بناء المستوطنات وإنهاء كافة أشكال الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين واحترام ودعم حقوق اللاجئين وضمان عودتهم إلى أراضيهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ومراجعة أدبيات حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل BDS نجد أيضا أنها استندت في قيامها إلى المبادئ الديمقراطية ومبدأ حرية التعبير، مستمدة شرعيتها من المبادئ القانونية الراسخة في القانون الدولي. وباستقراء عاجل للوضع القانوني فإننا نجد أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS تواجه معارك قانونية مختلفة في مختلف دول العالم وحتى داخل الدولة الواحدة نفسها، فإلى ماذا يستند هذا التباين في المواقف القانونية؟ معا جميعا وبمشاركاتكم من خلال نقاشنا القانوني والتحليلي اليوم سنقدم الإجابات على هذا التساؤل، وبمقارعة الحجة بالحجة، الرأي المخالف للحركة وما يستند إليه قانونيا، من خلال مداخلة لضيوفي الأعزاء مدتها ربع ساعة لكل من ضيفي دكتور عبد عواد والأستاذ صالح حجازي، ثم سأترك وسنترك جميعا المنصة مفتوحة للحوار والنقاش لكم جميعاً. أرحب بالدكتور عبد عواد، وأنت محامي فلسطيني أمريكي ومساعد في أستاذ مساعد في مدرسة روجرز للقانون في نيويورك، ومحاضر في عدة جامعات أخرى في مجالات القانون والسياسة والدين والثقافة، بالإضافة إلى كونك محامياً مرخصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وضيفاً دائماً في عشرات القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية مثل CNN وBBC وفرانس 24 والجزيرة العربية وغيرها، ولديك ما يزيد على 200 مقابلة، كما لك عدة أبحاث منشورة في مجلات عالمية محكمة مثل موسوعة أوكسفورد ومجلة نيوجيرسي للقانون وغيرها. وأرحب بك أستاذي أيضا صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة العفو الدولية، وقد عملت في العفو الدولية لأكثر من 9 سنوات حتى اليوم، وأيضا عملت كزميل باحث في المجلس الأوروبي للسياسات الخارجية، وسابقا مع هيومان رايتس ووتش وعيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس. نبدأ حوارنا ونقاشنا حول موضوع BDS لهذه الليلة مع الدكتور عبد عواد، أترك لك الحديث كاملا أستاذي، يسعد مساك، تفضل. دكتور عبد، مش عم نسمعك، بجوز عشان عندك ميوت، فلو ترفع الميوت بعد إذنك.
أيوة. السلام عليكم ومساء الخير. شكرا كثير روان لهذه المقدمة، وشكرا إحسان لقيادتك وتركيزك على بناء هذه المؤسسة المهمة، وشكرا لجميع المشاهدين معنا اليوم. سأحاول أن أقدم نوع من تلخيص للوضع القانوني للبي دي اس وتاريخها في الولايات المتحدة، ونضع مجال للنقاش. حركة بي دي اس في رأيي تصويب بوصلة القضية الفلسطينية من استسلام أوسلو، أو بالأحرى كارثة أوسلو، إلى بوصلة الحرية، المساواة، العدالة والتعايش. الأحزاب السياسية الفلسطينية جميعها بدون استثناء، من إسلام وطني لإسلامي لعلماني ليساري، فشلت في تحرير أو شعبها أو بناء نهضة لمجتمع مدني ليجابه هذا النظام العنصري الأبارتادي. للأسف هذه الأحزاب السياسية جميعها في منهجيتها، في بنية فكرها، استبدادية انفرادية، والأمة العربية وسياسيينها وأحزابها تعاني من نفس المشكل كما نرى حولنا. بي دي أس بحد ذاتها ردة فعل لهذا الفشل الذريع والإفلاس الفكري والثقافي بالعمل السياسي الفلسطيني وبالأنظمة العربية. وأنا أعتقد أنه سيتمخض عن هذه الحركة ولادة قيادة شابة واعية لتقود المقاومة لإنهاء الاحتلال، وتكون نقلة نوعية، ونتعلم من إفلاسات الماضي. أنني متفائل جداً بهذا الجيل الواعي، لأنه خارج أي أطر أحزاب تقليدية. فكما أنا متفائل بفعالية هذه المقاطعة، هذه الحركة النوعية التي استقطبت شباب العالم من الفلسطيني ومن غير الفلسطيني، أيضا الاحتلال الصهيوني والصهاينة واللوبي الصهيوني في أمريكا أيضا واعي على أهمية هذه الحركة. لهذا السبب كرست جميع هذه القوى العنصرية من النظام الإسرائيلي الرسمي إلى شركائهم في الولايات المتحدة، من اللوبي الصهيوني إلى اللوبي اليمين المتطرف عندنا، ونفوذهم السياسي وأموالهم لمحاربة صعود حركة البي دي أس. وهذا مهم جدا، يجب أن نعرف هذا المضمون. تم تقديم أكثر من 169 قانون مناهض للبي دي أس، تم تبني 47 من هذه القوانين على مستوى المدن، الولاية، في جميع أنحاء أمريكا. نجحت البي دي أس وحلفائنا في حركة البي دي أس، لأن يعتبر نفسي في حركة البي دي أس، في ردع كثير من هذه القوانين بسبب معارضة القاعدة الشعبية وثقافة الحريات المدنية الموجودة في الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يعطينا القصة بجميعها. Palestine Legal، مؤسسة حقوقية أمريكية تعني فقط بالعمل للدفاع عن حقوق الفلسطينيين والدفاع عن نشطاء البي دي أس، خصوصاً الطلاب الفلسطينيين أو الطلاب الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين بالجامعات الأمريكية، تدافع عنهم، تمثلهم في المحاكم، بدأت تتابع جميع هذه الأنظمة والقوانين المقترحة في أنحاء أمريكا بعام 2014. ففي ما بين تقاريرهم ومتابعتهم كان هناك انتصارات أولى للبي دي أس، لأنه كان في نوع من السذاجة في اليمين الصهيوني والإسرائيليين أن يستطيعوا أن يمرروا أي قانون. فكان القوانين تم صياغتها بشكل عمومي وواضح بصياغته يخالف الدستور، ولم يتم نجاح تمريره. ولكن تعلموا من هذه الإخفاقات في أول صياغات لهذه القوانين ليعدلوا صياغة هذه القوانين بشكل أفضل وأدق
لمحاولة تفادي مخالفة الدستور الأمريكي. وهذه القوانين أصبحت أمتن وأقوى، ولهذا السبب رأينا حوالي 47 من هذه القوانين مررت. كم محور في هذه القوانين يجب أن نثيرها؟ أولاً تركيز على الإكراه الاقتصادي، يعني أن إذا ابتعدنا على الموضوع حرية التعبير والمبادئ، يرى اليمين الصهيوني والحركة المناهضة للبي دي أس إنه الإكراه الاقتصادي قد يكون طريقة أو ذريعة جيدة لتقويض فعالية البي دي أس. فصاغوا قوانين تمنع، كما تعرفون نحن بالولايات المتحدة نظام فيدرالي، فعندنا الحكومة الفيدرالية وعندنا حكومة لكل ولاية، ولكن في هذه الولايات أيضا عندنا مدن ومقاطعات، فهؤلاء أيضا يعتبروا جزء من الحكومة. فهناك عقود حكومية على مستوى قرية صغيرة إلى على مستوى الولاية، فوضعوا قوانين أن تمنع الحكومة أن تتعاقد مع أي فرد أو أي شركة تدعم البي دي أس. تم محاولة تقويض الاتحادات الطلابية والأكاديميين من المشاركة في المقاطعة. كان هناك مشروع فيدرالي طبعاً أكيد لم ينجح، يجرم مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، والعقوبة في هذا القانون السجن. طبعاً لم يمر هذا القانون، ولكن تم تقديمه بال2017 ومرة أخرى في 2019، ونتوقع بال2021 سيتم تقديمه مرة أخرى. تعريف المقاطعة في هذه القوانين أيضاً متعددة. هناك عموميات تقول، النص يقول مقاطعة إسرائيل، أو مقاطعة السلع من إسرائيل، أو مقاطعة الخدمات من إسرائيل، أو مقاطعة الدول الحليفة، أو مقاطعة السلع من المستوطنات. الهجمة الشرسة المدعومة بالمال والغطاء السياسي الرسمي تحاول جاهدة لقمع وإرهاب النشطاء الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في البي دي أس. وكيف يعملون هذا الإرهاب؟ إنه يحاولون أن يوصلوا الخطاب بأنه البي دي أس غير شرعي، It's illegal، إنه ممنوع. على سبيل المثال في 2017 مؤسسة أمنية أو شركة أمنية تم تأسيسها من قبل المخابرات الإسرائيلية، اتصلوا على نشطاء بنيويورك في البي دي أس يقولوا لهم أنهم يخالفون القانون ويهددونهم، لأنه هذا الإرهاب يعني في آخر النهار كفلسطيني وهذه قضيتك، يمكن أن تستطيع أن تتحمل هذا الإرهاب وتناضل وتقاوم لأنه هي قضيتك. ولكن عندما ترى الغير فلسطيني الأمريكي يواجه هذا النوع من الإرهاب، هذا الإرهاب أكيد سيؤدي إلى غير الفلسطيني أن يتجنب البي دي أس وأن يتجنب أن يستمر في دعم هذه المؤسسة. حتى سناتور عندما قدم تشريعاً قال فيه، وهذا يعطينا نوع من المضمون القصة عن هذا الإرهاب، نريد أن نرسل رسالة واضحة، قال إن المقاطعة ذات الدوافع السياسية غير مقبولة في الولايات المتحدة. فهذا نوع من تقويض حرية التعبير، نوع من إرهابنا لنرفع أو صوتنا ضد هذا النظام الأبارتادي العنصري الكيان الصهيوني الموجود اليوم، with this settler colonialist project. حتى نتنياهو يكلم رؤساء البلديات، يعني مدن صغيرة في كنتاكي أو في ميامي، يتصل عليهم ويشكرهم لتمرير قانون تجريم البي دي أس. فنرى تكريس طاقة مالية ونفوذ سياسي غير معقول من التيار الإسرائيلي ومن اللوبي الصهيوني لمحاربة البي دي أس. هذا هي الحركة التي تهدد هذا الكيان الصهيوني في الوضع الحالي للأسف بسبب الإفلاس السياسي اللي موجود حولنا. لكن بالرغم من
انتشار واستقطاب الشباب في البي دي اس بالولايات المتحدة، الحركة ضعيفة ماليا ونفوذها السياسي محدود، لا يوجد أي دعم رسمي من أي تيارات فلسطينية أو مؤسسات عربية أو كذا في موضوع البي دي اس. وحتى لا نرى، يعني أنا شخصيا لا أرى تطور البي دي اس حتى في الأراضي المحتلة، فنرى نوع من هذا الـ يعني مفارقة، إنه إحنا نقود البي دي اس بأمريكا بدلا ما تكون المقاطعة ناتجة من رام الله، مش ناتجة من نيويورك. التطور الأخير الذي هو مزعج جدا وخطير هو والمدعوم من إدارة ترامب اليمينية، يعني إدارة ترامب يمينية بأقصى حدود في تاريخ هذه البلد. والمثير إنه 70 مليون أدلى بصوته لترامب، بالرغم من أنه الديمقراطيين نجحوا بهذه الانتخابات. اليمين والنظرات اليمينية تجاه فلسطين، يعني في الآخر أصبح اليمين موضوع فلسطين، موضوع إسرائيل، موضوع لاهوتي، ليس موضوع حقوق أو مصالح، موضوع لاهوتي بحت. فهذا شيء خطير بالنسبة لحركة البي دي أس، لأنه هناك زخم من هذا اليمين ضد كل الفلسطينيين والذين يعملون في هذا المجال. دكتور عبد، رائع جدا، يعني حطيتنا بصراحة يعني بنص الموضوع السياسي، خلينا نقول والأبعاد السياسية. فبعتقد أنه إذا انتقلنا للمبادئ القانونية والأسس الدستورية اللي بتستند إلها، لأنه حضرتك تفضلت أنه في آراء مختلفة وحتى داخل الولايات مختلف تعاملهم مع الموضوع، فإذا بنتطرق لإلها من ناحية قانونية. أنا 5 دقائق بخلص مداخلتي وبتشوفي كيف بربط كل شيء ببعض. أكيد طبعا. هذا التطور الجديد مع موضوع ترامب مهم. الآن بدأوا تعريف موضوع اللاسامية، فهذا أيضا مدخل، لأنه للأخت روان السياسة والقانون بالنسبة لنا في أمريكا واحد، لا يوجد قانون بدون دعم سياسي، والمعيار القانوني الذي نعتبره معيار حيادي العدالة والحرية والدستورية لا تعني شيء بدون ثقل سياسي وبدون دفاع سياسي، لأنه جميع هذه القوانين التي تم اعتمادها في 47 ولاية غير دستورية، ولكن تم اعتمادها بسبب النفوذ السياسي. فعندنا الآن تعريف للاسامية بأنه أي نقد لإسرائيل قد يعتبر معادل السامية. إذا قلت إنه إسرائيل دولة غير شرعية معادل السامية. إذا قلت إنه الشعب اليهودي لا يحق له تقرير مصيره في فلسطين يعتبر معادل السامية. فهذا اعتماد الآن نظرة أخرى لمحاربة البي دي أس، أن يصنف بي دي أس كمؤسسة لا سامية. فهلا أنا بدي أعطيك two examples، مثالين على موضوع القضايا اللي مشت في هذا الموضوع. قضية المدرسة في تكساس. تكساس أقرت بقانون يمنع أي فرد يتعاقد مع الولاية يجب أن يتعهد أنه لن يدعم البي دي أس. فهذه المدرسة فلسطينية من جذور أمريكية من جذور فلسطينية رفضت توقيع التعهد، وتم الذهاب إلى المحكمة بأن هذا تقويض لحرية تعبيرها ويخالف القانون الدستوري، ونجحت في هذه القضية. فهذا موضوع واضح عندما الحكومة تضع قانون يجرم البي دي أس، يخالف الدستور الأول، المادة التعديل الأول من الدستور الأمريكي بموضوع حرية التعبير. لكن هذا يعني أنه الطرف الذي يقود حرية التعبير لهذه المدرسة هو طرف حكومي، ولكن إذا الطرف غير حكومي لا تخضع هذه المؤسسة أو هذا الفرد للمادة الأولى للتعديل في الدستور. فقضية ابني أحمد ابني طالب كان بجامعة فوردم يونيفرسيتي بنيويورك، هو وأصدقائه بالجامعة حاولوا تأسيس فرع
Students for Justice in Palestine الذي يدعم البي دي اس. طبعا قدموا جميع الاجراءات الى الاداره ليؤسسوا هذا الفرع. الاداره اعطتهم عقبات كثيره امامهم وترفض ان تؤسس هذا الفرع. وبسبب علاقتنا مع Palestine Legal ربطنا هؤلاء الطلاب واحمد مع هذه المؤسسه الحقوقيه من البدايه لتتابع كل ما يحدث، لأننا كنا على علم تام أننا سنرفع قضية ضد الجامعة. فبعد معاناة عام استطاعوا الطلاب وابني أن يقدموا طلب تأسيس الفرع أمام اتحاد الطلبة لجميع الجامعة، وتم الإقرار والمصادقة على تأسيس فرع للبي دي أس بهذه الجامعة. ذهبت الإدارة للجامعة وألغت حكم الاتحاد الطلبة ورفضت تأسيس الجامعة. فالآن هذه جامعة ليست حكومية، فلا تخضع للدستور الأمريكي ولا تخضع للتعديل الأول لحماية وصيانة حرية التعبير. فالفريق القانوني وجدنا طريقة ذكية جدا، هي أن نجد مدخل من ناحية مدخل تمييز عنصري لنحاكمهم. فوجدنا أنه الجامعة بأوراقها الإعلامية والتثقيفية تقول للطلاب نحن جامعة نؤمن بحرية التعبير، ونحن جامعة نؤمن بتعدد الآراء، ونريدك أن تسجل وأن تدفع وتكون جزء من هذه المدرسة. فنحن أقرينا بأنهم خالفوا وعودهم في هذه العقود. وأيضا هناك قانون يقول بالقانون الأمريكي إذا هناك نظام إداري في الجامعة ويتم تعسف استعمال هذه الإجراءات يتم محاكمة الجامعة وتستطيع أن تلغي حكومها. فذهبنا إلى المحكمة الابتدائية بنيويورك ونجحنا في القضية، وتم إلغاء حكم الإدارة، وحكمت المحكمة يجب أن يتم تأسيس الفرع للبي دي أس بجامعة فوردام. ولكن الآن القضية في استئناف. فكما ترى الموضوع القانوني والسياسي مربوط بعضه ببعض. ولخصنا المواقف التي يعتمد عليها التيار المناهض للبي دي أس لتجريمه وتحريمه، من موضوع الإكراه الاقتصادي إلى موضوع وصفه باللاسامية والتمييز ضد الكيان الصهيوني. وشكرا، وأنا جاهز للحوار والأسئلة. شكرا جزيلا دكتور عبد. يعني كما تفضلت، يعني في الحالة الأمريكية الدولة تخالف دستورها، ويمكن شوي رح نرجع ونسمع من حضرتك كمان، لأنه إحنا حكينا أنه البي دي أس أصلا انطلقت استنادا لمبدأ حرية التعبير، والرأي المناهض للبي دي أس بأمريكا أيضا يخالف المادة الدستورية حول حرية الرأي في التعبير. فيعني نفس الأساس القانوني يتم الانطلاق منه للرأي المخالف والرأي المعارض، وكل له قراءة في ذلك. فربما نستمع منك لاحقا بعد المداخلات أيضا مزيدا حول هذه النقطة بالتحديد. نرحب مرة أخرى بجميع الضيوف والمشاركين ومن ينضم إلينا لهذا اللقاء. ننتقل إلى دكتور صالح، أستاذ صالح، للحديث أيضا حول ذات الموضوع وبإضاءات حول المحكمة الأوروبية ومتابعة منظمة العفو الدولية لقضية البي دي أس. تفضل. مساء الخير جميعا، بسرني وبشرفني جدا أنه أكون معكم في هذا المساء هنا في رام الله المحتلة. وشكرا لمنظمة القانون من أجل فلسطين، وفعلا بتمنى كل النجاح والتوفيق لكم. الموضوع اللي عم نناقشه اليوم فعلا بأهمية بالغة،
وبتطلب يعني الاهتمام خاصة من القانونيين والأخصائي والخبراء الموجودين معنا واللي بتتواصلوا معهم بشكل عام. يعني شكراً دكتور عبد عواد للمداخلة المفصلة عن الوضع في أمريكا، وبرضه كمان مرة شكراً للمنظمة للمرفق اللي كان مع الدولة مع الدعوة لهذا النقاش اللي عن جد كان جداً ممتاز وبعطي خلفية جداً انفصل عن الموضوع اللي احنا راح نكون بنقاش فيه اليوم. خليني بعرف انه في تعريف كان في هذا المرفق، وبرضه الاستاذ روان كمان قدم التعريف، الدكتور عبد للبي دي اس، بس خليني ارجع كمان مره لانه بتخيل جدا مهم انه تعريف الحركه لنفسها ايش هو وكيف هذا فعليا هو في مركز الموضوع اللي عم نناقشه اليوم. البي دي اس بويكوت ديفستمنت اند سانكشن، اللي هي فعليا دعوه للمقاطعه، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل لغاية ثلاث أمور. الأولى إنهاء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمله من منظومة انتهاكات لحقوق الإنسان على شكل ممنهج. ثانياً إنهاء التمييز العنصري المؤسس في داخل إسرائيل 48 ضد المواطنين الفلسطينيين هناك. وثالثاً حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الخارج اللي هو بضمن القانون الدولي. والدعوة هي فعلياً أتت في 2005 قبل 15 سنة هلأ من مئات المنظمات الأهلية الفلسطينية اللي وقعت على هذه البيان العريضة المطالبة النشطاء في الخارج وغيرهم حتى في الداخل لا بويكوت ديفستمنت اند سانكشن، المقاطعة سحب الاستثمارات وفرض العقوبات. أنا اللي راح أقدمه اليوم هو فعلياً بدي أحاول يعني شوية من السياق الحقوقي وكيف بتعلق فعلياً دائماً السياق الحقوقي في السياق السياسي لاستهداف حركة المقاطعة إن كان هنا في الداخل محل ما إحنا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الخارج. وبالراح أرتكز فعلياً على شو منكون فيه إحنا في منظمة العفو الدولية في الدفاع عن الحق في الدعوة للمقاطعة. وهنا شغلة كتير مهمة أن أقولها بأنه منظمة العفو الدولية ما بتأخذ موقف من حركة البي دي أس، بمعنى ما مندعم البي دي أس ولا من عارض البي دي أس، ولكن وهذا إشي جدا مهم برأي منظمة العفو الدولية هو رأي حقوقي حقوق إنسان بأنه الدعوة للمقاطعة هي أحد أشكال الحرية في حرية الرأي والتعبير. وعلى هذا الأساس نرتكز في جميع ما نقوم به في الدفاع عن الحق في المقاطعة وفي الدفاع عن الحق للبي دي اس فعليا. وهذا في السنوات الأخيرة يعني نقدر نشوف بأنه كبرت شهرة وأهمية حركة المقاطعة حول العالم، واستطاعت الحركة بأنها تجند عدد كبير من الناشطين للعمل على الأهداف بي ودي واس في دول مختلفة، يعني في إن كان في الجلوبال نورث العالم الشمالي يعني معنا الغربي او في مناطق مختلفه في افريقيا واسيا وغيره. وبدات فعليا تسجل نجاحات في تحقيق اهدافها فيما يخص المقاطعه، في مثلا دخول البضائع الاسرائيليه وحتى مرات في الاخص بضائع المستوطنات للاسواق الاوروبيه على سبيل المثال، او مثلا سحب استثمارات من شركات اللي هي بتعطي البنشن التأمين الوطني نحكي للأشخاص وغيره يعني في أوروبا وفي بلدان أخرى. وهو اللي استدعى إسرائيل في سنة 2015 بإعلان البي دي أس كخطر استراتيجي، وهذه شغلة كتير بس مهم أن أوهلها يعني كخطر استراتيجي لأنه الأخطار الاستراتيجية الثانية لإسرائيل بتعرفها تشمل على سبيل المثال البرنامج النووي الإيراني. فهنا في فعليا مساواة بين خطر تشوفه إسرائيل كعسكري استراتيجي existential يعني وجودي عليها وهنا يعني وبتحط فعليا البي دي اس في نفس المستوى. وعلى هذا الأساس بلشت تشتغل إسرائيل والسلطات الإسرائيلية على محاربة البي دي اس على هذا الشكل على أنه خطر استراتيجي. وحاليا في إسرائيل وزارة كاملة اللي هي وزارة الشؤون الاستراتيجية Ministry of Strategic Affairs اللي بتشتغل على محاربة البي دي اس، وبتعمل هذه الوزارة نوعا ما بشبه يعني بشكل شبه عسكري. يعني المدير العام تبعت الوزارة
قبل تغيير الوزارة قبل الانتخابات الأخيرة، كانت فعليا جاي من الجيش مباشرة للوزارة، وكانت مهمتها الوحيدة هي محاربة البي دي اس. وبتعمل الوزارة في ميزانيات جدا كبيرة وغير معلومة، لحد مؤخرا ما تغير الوزير بلشنا نكشف شوي عن بعض الميزانيات الموجودة في هذه الوزارة لمحاربة البي دي اس. وبتجند برضو الوزارة عدد من المجموعات حول العالم، non-state actors, anti-human rights organizations، ممكن نسميهم بعض الأشكال الموجودة في أمريكا في المئات، عشرات إن كان مش كان مئات، وفي أوروبا ذات الشيء، وبرضو السفارات. وهو في من الأفلام التوثيقية اللي كشفتها الجزيرة مؤخرا عن وجود بعض العاملين في السفارات الإسرائيلية بما فيها بريطانيا، اللي بشكل بتواصل بشكل مباشر مع وزارة الشؤون الاستراتيجية فيما يخص محاربة البي دي اس في الجامعات البريطانية. فالمحاربة على عدة أشكال بما فيها فعليا القانون، واللي هو بتسمى لوفر أو الحرب بالقانون. في 2016 بعد الإعلان عن البي دي اس كخطر استراتيجي، أقيم مؤتمر مضاد للبي دي اس، ان انتي بي دي اس كونفرنس يعني، في القدس المحتلة، وكان فيه عدد من الوزراء الإسرائيليين في ذاك الوقت اللي هاجموا الحركة بشكل واضح وصريح، وأعضاء الحركة بما فيهم أحد مؤسسيها عمر برغوثي. في المؤتمر دعا وزير الداخلية آنذاك أريا درعي، واللي هو وزير الداخلية لحد الآن، في سحب إقامة عمر برغوثي، الإقامة الإسرائيلية اللي تسمح له فعلياً يقيم في إسرائيل مع زوجته اللي هي من عكة، في سحب الإقامة واللي فعلياً بيؤدي إلى تهجيره، يعني تهجير قصري من مكان سكنه. وقام وزير المواصلات والمخابرات والطاقة النووية آنذاك اسمه إسرائيل كاتس، هو وزير المالية حالياً، دعا إلى ما سماه اغتيال عمر البرغوثي وقادة البي دي أس مدنياً، targeted civil assassinations بالإنجليزي، بمساعدة المخابرات. السلطات الإسرائيلية كانت بالفعل بتحاول تلغي إقامة عمر البرغوثي من سنة 2011، وكانت قد منعته من السفر عدة مرات، وفي مرات كمنظمة العفو الدولية، هذه أحد المرات اللي دخلنا فيها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيهم المدافعين اللي بدؤوا لا مقاطعة إسرائيل، عمر برغوثي مثال. ومنعته في مرتين كانوا جدا مهمات، مرة للوقوف بجانب والدته المريضة في الأردن وهي توفت في وقت قصير لاحق، والمرة الثانية لحضور زفاف بنته. أما التصريحات الثانية للاغتيالات المدنية، بس عشان أوضح، هو مصطلح في العبري تستخدمه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لما بدها توصف عمليات اغتيال قادة الفصائل أو أعضاء الفصائل الفلسطينية. قبل 4 سنوات، خلينا نرجع شوي بس عشان أوضح كمان الصورة والسياق، قبل 4 سنوات من إعلان إسرائيل حركة المقاطعة كخطر استراتيجي، كانت مرأ البرلمان الإسرائيلي وصادق على قانون مجابهة البي دي اس، الانتي بي دي اللي معروف حاليا هلا بالانجليزي الانتي بي دي اس لو اوف 2011. بنص القانون على انه الدعوة لمقاطعة اسرائيل او الاسرائيليين، يعني اي كيان اسرائيلي ان كانت دولة او شركة او شخص اسرائيلي، هو مخالفة مدنية تستوجب المعاقبة والتعويض. وهنا في هذا النص اللي هو فعليا فعال، اذا اجى اي شركه او اي اسرائيلي ادعى بانه في دعوه لمقاطعه معينه من قبل شخص معين ادت لاضرار، ممكن لهذا الشخص فعليا المطالب بالتعويض، وعلى هذا الاساس ممكن للشخص الداعي للمقاطعه بانه يتعاقب. جزء ثاني من القانون بتطرق لانه الدوله بتمنع الدعم باي شكل من الاشكال لاي منظمه موجودة ومسجلة في إسرائيل اللي بتدعي أو بتدعم البي دي أس بأي شكل من الأشكال. ومن هذه الإشي اللي القانون بيسمح يسويه فعلياً، أن تمنع الدولة تمنع هاي المنظمات من الإعفاء الضريبي على سبيل المثال. القانون صدق عليه في جلسة حضرها المدعي العام
وخبراء قانونيين اللي هم بحد ذاتهم الإسرائيليين قالوا بأنه هو على حفة الغير قانونية، يعني on the border of being illegal القانوني. في 2017 قامت إسرائيل بتعديل، برضو هاي شغلة ثانية، بتعديل ما يسمى قانون الدخول والمواطنة في الإسرائيل، ومنع الدخول، التعديل منع دخول أي شخص يدعم أو يعمل في مؤسسة تدعو إلى المقاطعة أو تدعم المقاطعة. في 2018 بعد بسنة من تمرير التعديل على القانون، قامت إسرائيل بنشر قائمة سوداء من 20 منظمة ومنع دخولها إلى إسرائيل والأراضي المحتلة، بما فيها منظمات يهودية تقدمية في أمريكا على سبيل المثال Jewish Voice for Peace اللي بتدعو لإنهاء الاحتلال، بما فيها باستخدام أساليب المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات. بيشمل برضو على سبيل المثال يعني من المنظمات الكبيرة المشمولة على هذه القائمة، كانت في وقت حد وقته في 2018، مش متأكد إذا القائمة تغيرت حاليا بس للتنويه، كانت برضو الكويكرز اللي هم أحد المؤسسات الدولية اللي بتعمل يعني بتدعو للا عنف بشكل جدا جدا واضح، يعني هذا من مؤسسات المبادئ اللي عندها، وبتدعم الحقوق والتنمية وبتعطي المساعدات الإنسانية. في 2018 في نفس السنة اللي تم نشر القائمة فيها، تم إلغاء تصريح العمل لعمر شاكر وهو مدير منظمة Human Rights Watch، وكان حاليا كان وقتها موجود في إسرائيل وبدير الفريق العام هناك. استند الإلغاء على قانون الدخول والمواطنة الإسرائيلي والتعديل اللي صار في سنة 2017، واللي قام فعليا بالتحرك القانوني بالأساس هو ما كانت وزارة الداخلية، مع أن وزارة الداخلية هي اللي ألغت الإقامة أو تصريح العمل، كانت مؤسسات منظمات تعمل بشكل مع منظمة مع وزارة الشؤون الاستراتيجية اللي قدمت طلب للمحكمة بتيشن، آسف مرات أنا الإنجليزي والعربي، بتيشن للمحكمة المركزية في القدس. وبعد بسنة تقريبا، سنة إلا شهر، في 16/4/2019 طلع قرار طرد عمر شاكر من إسرائيل. تم استئناف القرار في المحكمة العليا، وفي 5/11/2019 قامت المحكمة العليا الإسرائيلية، واللي هي الإسرائيل والإسرائيليين بدعوا أنها هي الصرح اللي الحامي للديمقراطية وسيادة القانون في الدولة، قامت في فعليا تثبيت قرار الطرد لعمر شاكر. ركز الادعاء ضد عمر على تغريدات على حساب التويتر قام فيها عمر شاكر ما قبل وقته مع Human Rights Watch، كان فيها بنشر نجاحات للبي بي اس في امريكا وغيره، وبرضه استندت في وقت لاحق من الادعاء على تقرير منظمه Human Rights Watch اللي بخص الشركات السياحيه العامله في المستوطنات، وهذا كان برضو أساس النقاش اللي كان دائر في محكمة العدل العليا في شهر 11. إحنا كأمنستي قدمنا أميكس كيوراي أو زي مذكرة قانونية كصديق للمحكمة في هذه الجلسة، وقمنا بالارتكاز على ثلاث نقاط فيها. هو فعليا تفكير المحكمة في خاصية المدافعين عن حقوق الإنسان وواجب الدولة ليس فقط بس حمايتهم من الهجوم عليهم أو استهدافهم، ولكن فقط برضو أنه تعطيهم المساحة الكافية للعمل. التركيز الثاني كان على التقاطع ما بين الشركات الخاصة وحقوق الإنسان، ما هلا يسمى corporate responsibility أو business and human rights، وفعليا يعني ايش هي تفصيل دعوه الشركات لسحب الاستثمارات منها من المستوطنات على سبيل المثال، وهو تقرير برضه احنا كنا في نشره بالتركيز على الشركات السياحيه في المستوطنات. واخيرا برضه استعرضنا الامور المتعلقه في الحق في حريه الراي والتعبير، برضه فيما يخص موضوع الدعوه للمقاطعه. طيب أنا رح أنهي آخر دقيقتين، بس بدي أعطي هذا المجمل اللي هو فعلياً أعطيت السياق المحلي وإيش عماله بصير من ناحية قوانين. ومؤخراً بس بدي أشير بأنه إسرائيل كاتس اللي دعا لاغتيال عمر برغوثي مدنياً في هذاك المؤتمر هو حالياً وزير المالية، وكان كتب قبل يعني أسابيع بسيطة
فعليا قانون إداري برضو بعطي دفعة لقانون معاداة البي دي أس. أنت البي دي أس له القانون بحاجة لموافقة اللجنة الدستورية في الكنيسة، ولكن هذه خطوة زيادة هم عم بيسووها قانونيا. في عندنا المستوى القانوني القائم في حملات التشهير، وهنا بدي أشير للتقارير اللي بتنشرها وزارة الشؤون الاستراتيجية في استهداف منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص. في تقريرين اللي بسموه واحد منهم terrorist and suits بدعاء أنه حقوقيين وفي منظمات محلية هم فعليا إرهابيين ولكن في غطاء حقوقي، وتقرير ثاني فعليا بيستهدف البي دي اس كحركة معادية للسهمية واستهداف الناشطين كأفراد ما فيهم عمر برغوثي سمينا عمر شاكر زميلي ليك أبو زليات نفسه ممنوع من السفر بسبب تقرير نشرناه على المستوطنات، ومحمود نواجع منسق البي دي اس في الضفة الغربية وغزة الأراضي المحتلة كان قد اعتقل في شهر 7 من هذا العام. بالخارج في شغلتين اللي بتحدد فعليا العمال بسير، مصطلح اللوفر المحاربة بالقانون كما أشار برضو الدكتور عواب، والإشي الثاني هو الweaponization of anti-Semitism اللي هو تحويل موضوع المعاداة السامية كسلاح للهجوم على البي دي اس وبشكل عام يعني الناشطين المناصرين لحقوق الفلسطينيين بأشكال مختلفة. في ألمانيا شفنا كيف تم اقتراح قانون في البرلمان لمساواة البي دي اس مع الأسامية، ذات الشيء كان في النمسا. في فرنسا سمعنا عن محاكمة الناشطين بسبب دعوتهم لمقاطعة منتجات إسرائيلية، وكانت في محكمة فرنسية اتهمتهم في الدعوة للتمييز العنصري، وهذه الدعوة اللي طلع فيها قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللي فعليا أدانت فرنسا لاعتقالها للنشطاء وحدها من حرية الرأي والتعبير. في بريطانيا في برضو إعلان عن نوايا من الحكومة القائمة على تجريم أو الحد من حرية الرأي والتعبير للبي دي أس أو الناشطين للبي دي أس. وأهم شيء بدي أرجع برضو أربط لأمريكا ومداخلة الدكتور عبد اللي سبقتني، زي ما سمعنا التفاصيل بس برضو بدي أزيد إشي وتطور فعلا جدا خطير صار مؤخرا، واللي هو صار في تسريب بأنه وزارة الخارجية الأمريكية عندها النية لإعلان مجموعة من المنظمات بما فيها منظمة العفو الدولية اللي أنا شغال فيها، منظمة Human Rights Watch ومنظمة Oxfam، على أنهم معادين للسامية بسبب شغلنا في الدفاع عن الحق أو الدعوة للمقاطعة. التقرير هو نفسه فعليا بيمشي مع بتماشى مع مصطلح الـ weaponization of anti-Semitism، بمعنى باعتبار البي دي اس هي معاداة للسامية، وأي حدا بيشتغل في البي دي اس أو بحماية البي دي اس هم برضو معادين للسامية. فالهجمة يعني عشان أخلص الهجمة عمالها تكبر، وفعلا يعني عشان هيك برضو نرجع لأهمية هذا النقاش والحوار بأنه في ضرورة للالتفاف حوالين فعليا الحقوق الأساسية، حقوق دستورية، حقوق إنسان، وهي الحق في حرية الرأي والتعبير. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية أستاذ صالح. يعني فعلا مداخلتك وبالتكامل مع مداخلة دكتور عبد يعني وضعتنا في فهم شامل ودقيق حول الموضوع، وتحديدا يعني دائما إحنا بنسمع عن البي دي اس وبيكون في عنا المعرفة السياسية أو الأبعاد السياسية بدون ما نربطها بالمبادئ القانونية. فاللي تم من خلال مداخلاتكم مشكورين، هو ربطها بالمبادئ القانونية والأسس القانونية سواء التي يستند إليها الرأي المعارض أو الرأي المؤيد حول موضوع البي دي أس. نفتح النقاش لضيوفنا والمشاركين ونأخذ مشاركاتكم، يعني المجال مفتوح. لو سمحتوا اللي بده يتفضل بمداخلة أو بسؤال يعني ترفعوا ايديكم، في عندكم option raise hand على بالضبط. نبلش مع دكتور مؤيد. دكتور مؤيد تفضل. تحياتي للجميع، يسعد مساكم. بداية بدي أشكركم على هذا اللقاء، وبدي أشكر الدكتور إحسان، شكرا على الدعوة، وشكرا للمتحدثين، شكرا إليك أستاذ رواند. في الواقع أنا بس بدي أعطي هيك لمحة سريعة عن التغير النوعي اللي حدث
فيما يتعلق بالمعركة القانونية. حالياً أنا موجود في بريطانيا وفي إجازة علمية يعني، ومفترض إن شاء الله بدي أرجع فلسطين، صلي سنة وبدي أرجع فلسطين قريباً، بس مش هذا هو موضوعنا. موضوعنا إنه أنا من خلال حياتي في بريطانيا، وكوننا جبنا سيرة بريطانيا أثناء الحديث عن الممارسات المختلفة اللي تمت، خاصة توجه الحكومة الحالي، الحكومة المحافظة طبعاً الحالي، باتجاه حركة بي دي اس. في البدايات، ما احنا بنحكي في بدايات اللي نتحدث حوالي 10 سنوات سابقة، كانت موضوع الحركة البي دي اس لا يشغل الرأي العام الحكومي الرسمي، لأنه ربما ما كان متوقع أنه تكرس نجاحات قوية. ولكن كانت المعركة بالنسبة لي، أنا كنت في مرحلة لما كنت طالب أو في مرحلة لما كنت مدرس في الجامعة هون في بريطانيا، كانت المعركة معركة إقامة مؤتمرات أو ندوات تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، تحديداً في مجالات سواء حقوق الإنسان أو في مجالات متعلقة في القضية الفلسطينية بشكل عام. طبعاً كانت الجامعات ترفض أنك تعمل أي ندوة أو أي مؤتمر يتحدث صراحة عن إسرائيل، باعتبار أنه you can't single Israel out، لأنه هذا سيعني ما بصيرش أنك أنت تيجي تجعل من إسرائيل نموذج للمحاسبة أو المحاكمة، لأنه لا يجوز أنك أنت تخصص إسرائيل لوحدها. إنما إذا بدك تناقش مسألة بتناقشها بالمفهوم العام، بالقانون الدولي العام، وليس بدولة بعينها، لأنه هذا يعتبر يعني نوعا من التمييز ضد إسرائيل تحديدا. وطبعا ندخل على فكرة اللي هي اللاسامية وإلى آخره. فكانت معركتنا في البداية على هذا الأساس، هل نستطيع إقامة مؤتمرات أو ندوات أو حتى يعني ورشات عمل تتحدث عن هذه الانتهاكات، وكان غالبا ما بنقدر نعملها. الواقع أنه وكثير يعني جامعات حاولت تعمل، خاصة الجامعات اللي أنا بسميها يعني سوشياليست، فكرها يساري زي بيرمنغهام على سبيل المثال، حاولنا أكثر من مرة أن نعمل، ولكن دائما كانت الجامعة بتضطر أنها تلغي الفكرة في اللحظات الأخيرة. طب هل كان يتم مثلاً إلغاء الفكرة بشكل رسمي مثلاً، وفي أسس قانونية أو الإشارة لأي اعتبارات مثلاً؟ هو أكثر من عامل. أحياناً الجامعة بتراسل المعدين لهذه الندوة، بتحكي لهم أنه يعني غالباً هيك بيعملوا لأسباب متعلقة عسلي مثل بالتنظيم أو بالإدارة وإلى آخره، يعني ما بيحكوا بصراحة ليش تم الإلغاء. ومرات الجامعة بتخاطب بشكل رسمي بشكل قانوني وبتحكي انه لا يجوز لتحديد دوله معينه، بغض النظر اسرائيل او غيرها، يجوز تحديد دوله معينه في محاسبتها من ناحيه القانون الدولي، وهذا سيعتبر تمييز ضد هذه الدوله. فمرات بيكونوا صريحين وغالبا بيكونوا صريحين، بيتحججوا في وسائل مختلفه على اساس انه ما يصير ضجه معينه. مش هذا يعني، وبالتالي اغلب خلينا نسميها الضغوط اللي بتيجي على الجامعه بتيجي غالبا إما من يعني دكاترة أو زملاء أو طلاب إسرائيليين، أو ينتموا خلينا نسميها إلى العكس، إلى الفكر المعاكس لتوجه الندوة أو المؤتمر، وبالتالي هم بيتوجهوا لإدارة الجامعة. ومرات حتى من خلال زي ما تفضلوا الزملاء، من خلال وسائل ضغط رسمية عبر السفارات أو غيرها من الوسائل اللي ممكن إنهم يعملوها. انا بس بدي احكي استثناء حدث انه بال2016 في ليفربول، في جامعه ليفربول، قدرنا نعمل ندوه حول الاعتقال الاداري، وكانت تحديدا حول الاعتقال الاداري اللي بتمارسه اسرائيل. واثناء الندوه انا كنت ضيف في هاي الندوه ومتحدث اثناء هاي الندوه. وصلنا يعني خلال الندوه، كانت الندوه مدتها يومين، هي اكثر من ندوه، هي بين مؤتمر وورشه تتحدث فيها كثير من المختصين، لكن خلال اليومين اللي كان فيها هذا النقاش، لم تتوقف الرسائل للجامعة أو للمبرمجين الندوة والمعدين لهذه الندوة، رسائل من مختلف الجهات، منها السفارة، منها المدرسين، وحتى منها يعني تم الضغط على الجامعة خلال مدة اليومين. ولكن أنا كنت سعيد أنه فعلا أنا شخصيا يعني أنا عشت في بريطانيا 25 سنة، لأول مرة بتتمكن جامعة من إنها تعقد هذا الشيء. بدي أرجع لموضوع بي دي أس، وأنا آسف إني أطلت، بس بدي أعطي لك يعني سريعا دكتور ممكن تفضل يعني نختم أنا بدي أختم عشان ما أطول، أنا آسف، أنا ما بدي أطول، بس أنا بدي أحكي إنه كيف كانت المعركة القانونية للفلسطينيين
لا تشكل أي وجود، وكيف أصبحت الآن مؤلمة. وبالتالي بدأنا نشهد في السنوات الأخيرة عن تحركات بما فيها حتى تغيير قوانين، زي ما توجه الحكومة البريطانية بمنع البلديات، من البلديات التي تقاطع، بمنعها مثلا من صندوق المساعدات. بأمريكا في تغيير قوانين. الرسالة تبعتي اللي أنا بدي أحكيها، في عنا أهداف فعلا حققتها بي دي اس وغيرها من المؤسسات القانونية، ومفترض إنه إحنا كفلسطينيين نحاول ندعم هاي المؤسسات بكل الوسائل. وللأسف طبعا أنا سمعت من الدكتور عواد، وأنا بعرف إنه فعلا الدعم المالي يكاد يكون معدوم لهاي الحركات. فربما أنا بدي أفتح النقاش الآن، أنا أنهيت بدي أفتح النقاش إنه كيف الوسيلة الممكنة فعلا لدعم التوجه القانوني اللي فعلا إحنا شاهدين على تأثيره القوي في موضوع الحرب القانونية ضد إسرائيل. شكرا دكتور مايد، شكرا كثير. دكتور أحمد خليفة عندك سؤال، تفضل. دكتور أحمد مساء الخير جميعا، صوتي مسموع؟ مسموع، تفضل. شكرا. أولا شكرا جزيلا للمتحدثين الأفاضل الذين أثروا يعني معلوماتنا كثيرا حول مسارات حركة البي دي اس، سواء في الداخل الأراضي المحتلة وإسرائيل أو في أمريكا. شكرا. طبعا أنا في غاية السعادة في أول لقاء شهري من مبادرة القانون من أجل فلسطين، ويعني مجهود متميز من دكتور إحسان والأستاذة روان، والمقال العظيم بتاعة الأستاذة هبة، وأيضا الملخص الذي أعدته الأستاذة إيمان وبالاشتراك مع روان. يعني في جميع الأحوال أعتقد أنه يعني أنا شخصيا استمتعت واستفدت، وإن كنت سأتوجه بسؤال ذو شقين لكل من المتحدثين الأفاضل فده للاستيضاح بصورة أكبر. الدكتور عبد يعني استعرض لنا استعراض وافي على الوضع في الولايات الأمريكية المختلفة، وذكر رقم أن هناك أكثر من 40 ولاية لهم قانون يجرم بصورة أو بأخرى حركة البي دي اس أو المتعاونين معها. وإن كان ما لاحظت من كلامه ومن الملخص المفيد الذي يعني أمدتنا به الأستاذة إيمان والأستاذة روان قبل المحاضرة، أن القرارات الفيدرالية أو على مستوى محاكم الدولة على الأقل كانت دائما تساند، تنتصر أكثر للحق في حرية التعبير وتؤيد استمرار حركة البي دي اس. وبالتالي سؤالي هنا، هل هناك أي مسارات قانونية تذهب أو تحاول الذهاب بالاعتراض على هذه القوانين للمحكمة العليا الأمريكية أم لا؟ وإن كان هذا سيكون هو المسار، وطبعاً أنا لست مبتكراً ولا مبتدعاً أكيد، يعني حضراتكم بتفكروا في هذا الموضوع في المسارات المختلفة، لكن لا أعتقد أن حجج الولايات التي ستقدمها للمحكمة العليا ستكون فقط حجج سياسية، يعني لابد لهم من أن يعني يستندوا إلى شيء في مساندة أو في تسميد ودعم تبنيهم لقوانين داخل الولاية تجرم هذه الحركة، سواء بالاستناد على أنها تميز أو بالاستناد على أن ذلك فيه نوع من أنواع خطابات الكراهية. ويمكن عند نقطة خطابات الكراهية يأتي الشق الآخر من سؤالي الموجه للأستاذ صالح الذي استمتعنا أيضا بمداخلته، وكانت فكرته واضحة تماما في أن موقف الأمنستي أو حركة منظمة العفو الدولية يؤيد وجود حركة البي دي اس من باب أنها حركة صوت من أصوات التعبير، هو لا يؤيد مضمون الخطاب وليس ولا يعترض على مضمون الخطاب كوجهة نظر منظمة العفو الدولية، وهو أمر مفهوم، ولكنه في جميع الأحوال يؤيد وجودها. طيب السؤال هنا،
ويعني سأتبنى دور ديفلز ادفوكيت، يعني ما بنقولش بقى بالعربي محامي الشيطان بتتفهم غلط، بس ديفلز ادفوكيت. طيب ماذا لو كان يعني هذا الصوت الذي يقول بأننا دعونا نقاطع أفرادا وشعوبا وشركات لأن دولهم تتبنى موقفا سياسيا معينا، اللي هو موقف في حالة البي دي اس، موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لتنفيذ بعض التزامات القانون الدولي، رغم أن التزامات القانون الدولي التي نؤمن بصحتها إسرائيل تعترض عليها ولها حجج، قد تكون واهية لكن لها حجج. ماذا لو عكسنا الوضع ورأينا أن هناك حملات لمقاطعة بعض الدول الإسلامية لأنها لا تتبنى معايير قانونية معينة فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان، حقوق المرأة أو حقوق الأقليات العرقية أو الدينية، وهو أمر موجود ومكرس قانونا في دول عربية، يعني لسنا في يعني في معرض ذكرها. هل أمنستي هنا ستدعم أيضا دعوات مقاطعة لشعوب بناء على مواقف دولها؟ يعني أنا أحاول أن أدفع بالحجة المواجهة إلى أقصى درجة، وأحب أسمع وجهة نظر أمنستي في هذا الموضوع. أعتذر عن الإطالة في السؤال لكي أترك الفرصة لباقي الزملاء. شكرا. شكرا شكرا دكتور أحمد. طيب خلينا نرجع نعمل حوار بيننا، مش سؤال نجمع أسئلة، لأنه هيك بنفقد حماستنا للموضوع. فنرجع عند دكتور عبد، وبالشق الأول اللي تفضلت فيه دكتور أحمد حول تفضل دكتور عبد. عندما يتم إبرام قانون، هذا القانون نافذ لحد الحكم بعدم دستوريته، فهذه القوانين يجب أن يكون عندنا مدعي له صفة إنه هذا القانون يخالف حريته في التعبير ويخالف القانون الفيدرالي، ليستطيع أن يقيم قضية بعدم دستوريتها. فعلى موضوع الوصول إلى المحكمة الدستورية العليا، في أكثر الأحوال جميع هذه القوانين يجب أن تأتي من الولاية، فلازم نكون إحنا واضحين إنه الولاية يجب أن تقر قانون يجرم البي دي أس ويقوض حرية التعبير. ففي هذه الحالة نستطيع، يعني في أكثر الأحوال ما رح تمشي، يعني غير دستورية واضحة. ولهذا السبب لجأ التيار الصهيوني والتيار المناهض للبي دي اس، كما قال صديقي وابن مدرستي من رام الله لكويكر سكول فريندز، اصبح هنا الويبنايزيشن اوف موضوع اللاسامية، لانه هلا موضوع اللاسامية لا يدخل في موضوع حقوق التعبير، اصبح موضوع تمييز، وهناك قوانين تجرم التمييز أو تمنع التمييز، فلن تصل إلى المحكمة الدستورية. يعني مسألة توصيف أو تعريف اللاسامية يمكن توصل إلى المحكمة الدستورية العليا، بس أنا أتوقع أنه حتى المحكمة الابتدائية ستفصل في الموضوع أنه داخل في موضوع حرية التعبير. المشكل الأساسي هو ليس فقط نجاح القانون أو نجاحنا إحنا كبي دي أس أن نحكم بعدم الدستورية، الموضوع وصف حركة البي دي أس كحركة لا سامية وحركة مناهضة. إحنا نتكلم عن موضوع سياسي، يعني في الآخر إحنا سنكسب قضائيا ونخسر سياسيا، فلهذا السبب يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بشقيه السياسي والقانوني. طيب دكتور عبد، يعني الحديث عن يعني المعركة حتى لو كان هي مرتبطة سياسيا، لا يمكن أن نفصلها عن الأبعاد القانونية وأثرها أيضا على البي دي اس وعلى نشاط الحركة في الخارج حتى تؤتي ثمارها، يعني تحقق الهدف من قيام هذه الحركة. بالاستناد للأسس القانونية، يعني عندما يتم يعني مثل الحالة اللي ذكرتها المدرسة الأمريكية وكان هنالك حكم لصالحها، لماذا لا يتم البناء على هذه الأحكام للطعن بالقانون نفسه بأنه تحتاج صفة؟ نعم. يعني هلا احنا عندنا قانون في ولاية يحرم يمنع
أي متعاقد مع الولاية أن يكون داعم لحركة البي دي أس. يجب أن نجد متعاقد مع البي دي أس ليكون مدعي لنطلب حكم عدم دستوريتها. فيعني زي ما قلنا طالما القانون موجود، القانون موجود نافذ لحد عدم دستوريته، نحتاج مدعين، we need plaintiffs لنرفع قضايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فإذا وجدنا مدعي 99% سننجح بعدم دستورية القانون. طيب شكرا دكتور عبد. بنرجع لعندك أستاذ صالح، يعني وأيضا بالإضافة للشق اللي تفضل فيه دكتور أحمد، وأنت حكيت عن إعلان يعني بعض المنظمات ومنها منظمة العفو الدولية على أنها معادية للسامية، فيعني ما هو الإطار القانوني الذي يمكن التحرك فيه والاستناد إليه لدحض مثل هذه التوجهات أو مثل هذه القرارات إن صدرت؟ يعني بدي أكد أن قرار زي هذا، وهلأ برجع للموضوع بخصوص اللاسامية ومعاداة السامية، وفعليا جعل من الموضوع فعليا أداة حرب weaponization يعني، واللي هو بالأساس يعني سياسي بحت. يعني حتى مثلا إذا نطلع على البرلمان الألماني، وأنا أشرت لهذا الموضوع بأنه لم يتم تمرير قانون، والسبب هنا وهذا تحليل يعني فعليا تحليل قائم على نظرتنا كمنظمة عفو دولية، بس برضو في من خلال نقاشات قمنا فيها مع برضو خبراء قانونيين وحقوقيين في داخل ألمانيا، بأنه البرلمانيين قاموا بعمل سياسي، فهي كانت موشن وليس قانون يعني أو مشروع في قانون في البرلمان. والسبب أنه هم عارفين بأنه إذا مرروا هذا القانون رح يتم مواجهته في المحاكم وسيفشل، وهذا الفشل فيه له أبعاد سياسية استراتيجية ألمانيا ما بدها توصلها كحليف لإسرائيل. فهذه شغلة جدا مهمة، يعني هون اللي عم نحكيه كله في الـ weaponization of anti-Semitism، هو الإشارة أنه الداعين أو الداعين للمقاطعة أو الداعين لحماية المقاطعة هم معادين لسامية، هذا بالأساس بيضلوا في الحيز السياسي للأمور، ما اتجه للقانوني. و وقدرة فعليا، وهي شغلة كنت أنا بدي أشير لها في تعقيب على مداخلة الدكتور مؤيد بخصوص مسؤولية الفلسطينيين، القدرة على مواجهة اللي عماله بيصير إن كان في ألمانيا في بريطانيا أو في أوروبا، بأنه نعم في مسؤولية عند الفلسطينيين الحقوقيين، ولكن في إشي كتير مهم هنا لازم يعني يضلوا في بالنا، بأنه الإجراء اللي عماله بيصير لا مساندة إسرائيل في مواجهة ما سمته خطر استراتيجي، هو بالأساس رح يعكس سلباً على حقوق المواطنين في هذه الدول، إن كان الألمان الفرنسيين البريطانيين أو الأمريكان، لأنه بالأساس بيعتدي على حرية الرأي والتعبير. فمظبوط هو فعلياً كله في سياق إيش عماله بيصير، لا يعني كموالاة فعلياً سياسية لإسرائيل، بس أبعاده القانونية الحقوقية ما بتوقف هون وما بتوقف عند المناصرين للقضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينيين، ولكن إذا تم يعني الحد من حرية الرأي والتعبير في هذا المجال، شو اللي بوقفه إنه يعني يتعدى على مجالات أخرى كمان. فهذه شغلة جدا مهمة، عشان هيك برضو اللي بنشوفه بأنه الإبقاء على الهجوم على البي دي اس في الحيز السياسي ما إعطائه طابع قانوني، زي مثلا في البرلمان في النمسا وألمانيا، زي مثلا المؤشرات اللي عمالها بتصير في بريطانيا، بس مش عماله بمشي أكتر من هيك، لأنه البرلمانيين القانونيين عارفين بأنه إذا تم مواجهة القانون في المحاكم زي ما صار في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية الفرنسية، سيفشل، سيتم التثبيت بأنه الحق في الدعوة للمقاطعة هو حق من حقوق الإنسان وهو حق في حرية الرأي والتعبير. وهنا بدي أجي لدكتور أحمد، وشكرا جدا على السؤال. اللي بدي أسويه بس أوضح شغلة، لأنك أنت أشرت بالنسبة لموقف أمنستي من مضمون البي دي أس، وفعلا صحيح أمنستي بتاخذ موقف بخصوص البي البويكوت، بمعنى إحنا كمنظمة عفو دولية ما ندعو لمقاطعة ولا منعارض الدعوة للمقاطعة، يعني في هذا الموقف باتجاه البي. بس إذا أجيت للدي والأس في عندنا موقف جدا واضح، يعني وفي 2019 إحنا نشرنا تقرير اللي بيكشف فيه دور شركات سياحية أونلاين بوكينج كومبانيز معروفة حول العالم زي Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor، وارتباطها مع المستوطنات، وكيف فعليا هي
تدعم المستوطنات اقتصاديا وسياسيا بشرعنتها، لانه في مواقع سياحيه بتروج لها وكذا، وفي المقابل هي عمالها بتربح من وضع غير قانوني، يعني وضع قائم على فعليا جريمه حرب، سلب الاراضي والحقوق وغيره. يعني فتم الفضح، والدعوه كانت الريكومنديشن الاساس اللي كانت عندنا بانه هذول الشركات يجب ان تنسحب من المستوطنات، واللي هو فعليا دايفستمنت. يعني الشغله بالنسبه للاس، مع انه ما فيش في دعوه وما زالت قائمه لدى منظمه العفو الدوليه باتجاه اسرائيل، سانكشنز، يعني احنا بنطالب في منع توريد او التجاره بالسلاح مع دوله اسرائيل، يعني من اي دوله من حول العالم، وهو نوع من انواع السانكشنز. فبرضه عندنا يعني نوعا ما موقف باتجاه يدول اتجاه التارجتد سانكشنز، فهذه شغله مهمه. هلا بالنسبه لعكس السؤال، يعني الشغله هنا بدي شوي احللها، لو ان اسرائيل من المعادله وسمينا اي دوله ثانيه اكس، عشان هيك بدي ارجع لتعريف، وليش حكيت انه تعريف البي دي اس جدا مهم، بانه الحركه بتدعو للمقاطعه، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات لحد احترام القانون الدولي، وخاصه القانون المتعلق بحقوق الانسان، انهاء الاحتلال، انهاء العنصريه وحق العوده. ففي هدف حقوقي جدا واضح ومركزي في الحركه، وايش بتكون فيه الحركه، ايش مكان الهدف. يعني اذا بدنا نستبدل اسرائيل بالسعوديه، الحق في المطالب في المقاطعه هو هي المطالب في المقاطعه ممارسه سلميه، هذا اولا، وهذه شغله جدا مهمه، يعني ما فيها عنف، ما فيها دعوه للعنف، ما فيها اي نوع من العمل العنيف، يعني هي فعليا دعوه، يعني هذا واحد. ثانيا دعوه لحد احترام حقوق الانسان، هذه شغله ثانيه، وهذول شغلتين جدا مركزيات في موقفنا في الدفاع عن البي دي اس. ولو بدلنا اسرائيل في السعوديه، في ماليزيا، في استراليا، في الصين، راح يكون في لدى المنظمه نفس الموقف، بانه في الحق في الدعوه للمقاطعه هو حق من حقوق الانسان، لانه بيشمل الحق في حريه الراي والتعبير. بس بدي اشير لشغله، يعني انا كنت بدي اشير لها في مداخلتي بس بسيطه، يعني كلمه بويكوت هي فعليا كلمه ايرلنديه، وانا هاي شغله تعلمتها مؤخرا، كنت في زياره لايرلندا لدعم قانون او مشروع في قانون في البرلمان لمنع دخول بضائع المستوطنات للاسواق الايرلنديه. يعني وقانون كان مطروح من عضو برلمان اسمها سنتر بلاك، اسف ناسي اسمها الاول، والمقترح هو فعليا انهاء جميع اشكال التعامل التجاري مع المستوطنات يعني ايرلنديا ومعاقبته ايضا. فكنا هناك كوفد من منظمه العفو الدوليه لدعم هذا القانون، وتعلمت بانه بويكوت هي كلمه ايرلنديه، وبالأساس بدأت من وقت استعمار بريطانيا لإيرلندا، وفي أحد المزارع اللي كانت بملكها لورد بويكوت اسمه، فكان اسم للورد بريطاني فعليا مستعمر الأرض، ماخذ الأرض ومشغل الإيرلندية عنده، وبسبب الانتهاكات اللي بواجهوها وغياب العدالة والأوضاع دعوا فعليا لمقاطعة اللورد بويكوت، وعلى هذا الأساس صارت الكلمة. يعني بس هذا تنويه هيك، رأيت أنه مهم. بتأمل إجابة على السؤال. جميل، يعني نفس المعاناة، هو الاستعمار دائما، حتى المصطلحات بتطلع مشتركة. طيب، يعني واضح من النقاش، وبدي أرجع لقبل ما إحنا باقي معنا تقريبا ربع ساعة، فناخد المداخلات الأخيرة. عندنا أستاذ أحمد وأستاذ وديع وأستاذ ناصر تباعا. بلش من عند أستاذ أحمد أبو الفول، تفضل. شكرا روان، شكرا جزيلا. انا عندي سؤالين، واتمنى ما يكونش ما يبانش ان السؤال الثاني بيجاوب الاول، بس هي مثل ما حكى صديقنا الدكتور احمد خليفه، نحاول نلعب الديفل ادفوكيت. لو البي دي اس فعليا بدنا نفترض انه الهدف منها هو القانون الدولي، لماذا لا تقتصر على المنتجات فقط، على منتجات المستوطنات باعتبارها مخالفه للقانون الدولي؟ لماذا تقاطع إسرائيل كدولة ككل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل وسؤال ثاني موجه للجميع، السؤالين موجهين للجميع، هل تعتقدوا أنه لو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، خلينا نحكي لأنه باعتبار أوسلو خلصت المفروض، لو تبنت البي دي اس، هل ممكن هذا التبني يساعد البي دي اس أو يجعلها أكثر فعالية، خاصة في فيما يخص الانترستيت اربيتريشن،
فيما يخص المحاكم الدولية. شكرا. شكرا أحمد. هبة، أستاذة هبة، معلش نسمع هبة ونرجع لعندك أستاذ وديع وأستاذ ناصر لو سمحتوا، تفضلي هبة. أوكي، يعطيك العافية روان، وشكرا لضيوفك الأستاذ صالح وأستاذ عبد على مداخلاتهم القيمة ولمنظمة القانون لأجل فلسطين. أنا كنت بدي أسأل، يعني أنا بعتقد إنه القوانين اللي بتجرم سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة هي قائمة على قوانين في معظمها محلية وطنية، يعني بعيدا عن القانون الدولي نوعا ما، لأنه يمكن طرق تبني في التشريع الوطني معقد على الأقل عندنا هون في الولايات المتحدة صعبة نوعا ما. فأنا بعرف أنه معظم القوانين اللي بتجرم البي دي أس هون قائمة على مبدأ قانوني كتير مهم، واللي هم مبدأ منع التمييز، سواء التمييز العرقي أو القائم على الانتماء الوطني أو الديني. وإحنا إذا نظرنا ل النشاطات اللي بتكون فيها البي دي اس، فهي فعليا بتأثر على الإسرائيليين كمنتمين لدولة إسرائيل اللي هو الناشنال أوريجين أو الإثنيك ديسكريمينيشن، وكمان في عنا إنها بتأثر على المجتمعات اليهودية، يعني حتى لو إنه مثلا أول إشي من ناحية نظرية إسرائيل بتعرف نفسها على إنها دولة يهودية، وفعليا يعني التطبيق الواقعي إنه الأكتيفيتيز تبعت البي دي اس بتأثر أو بتميز ضد المجتمعات اللي في معظمها يهودية سواء في المستوطنات أو في إسرائيل. فسؤالي بالضبط إنه كيف ممكن نرد على نقطة التمييز سواء الديني أو الوطني، ولأي درجة ممكن نوظف استثناء الضرورة للرد على هاي المبادئ؟ يعطيكم العافية. شكرا هبة، شكرا كثير. أستاذ وديع، يعطيكم ألف عافية على هذا النقاش الرائع بصراحة، ولكن أنا بتمنى هيك يسع صدركم هيك دقيقتين، لأنه أنا بدي أحاول أختلف بصراحة مع بعض ما طرح. يعني أختلف قد ما بدك عشان أنه نجاوب على الأسئلة. تمام، ولا يهمك. بصراحة أنا بشوف أنه حركة المقاطعة أحدثت ثورة قانونية فعلا فيما يتعلق، ويمكن البناء عليها في إطار الصراع مع المحتل، خصوصاً لما بنحكي إحنا عن صراع طويل الأمد، الطرفين فيه يعيد بغض النظر عن الحق، الطرفين فيه يعيد إعادة ابتكار وسائل المواجهة. بالنسبة لي أنا بشوف البي دي أس هي إعادة ابتكار لوسائل المواجهة، وفعلاً يمكن البناء عليه، ولكن في الخروج عن سياق الحديث عن حركة بي دي أس، السؤال اللي بشوفه أنا مناسب أو السؤال اللي بشوفه جوهري في إطار عمل حركة البي دي اس، مدى قدرتنا احنا كفلسطينيين على نشر عمل او على نشر الوسائل اللي البي دي اس تقوم فيها كإطار استراتيجي طويل الامد وليس فيما يتعلق بقضايا معينة. هل لدينا القدرة فعلا على العمل على نشر ما تقوم به البي دي اس في إطار عالمي؟ على سبيل المثال حينما نتحدث مثلا عن المقاومة المسلحة على سبيل المثال، والتحولات التي تمت فيها، وتحول المقاومة اللي هي أساساً حق مشروع ضمن القانون إلى إرهاب، هل بتعتقدوا أنه فعلاً إحنا ناجحين في أنه نتطرق مثلاً في عمل البي دي أس لتكون على سبيل المثال حركة عالمية يمكن استخدامها كاستراتيجية قانونية في إطار الصراع مع المحتل؟ هل إحنا ناجحين في هذا الإشي؟ وهل بتعتقدوا أنه عدم وضوح على سبيل المثال عدم وضوح أحياناً عمل البي دي أس فيما يتعلق بالأهداف اللي هي بتنشدها ما بيقوض أيضاً من عمل البي دي أس، خصوصاً إنه أمامنا طرف أيضاً هو يعيد ابتكار وسائل المواجهة. يعني على سبيل المثال حينما يجد بأن الفلسطينيين يدخلون له من مدخل قانوني أو يذهبون له من مدخل قانوني، هو أيضاً يعيد ابتكار المواجهة، تجده يقول لنا بأن هذه الأسامية، على الرغم من أنه عمل البي دي أس هو عمل قانوني وفي إطار القانون. أين نقطة الضعف؟ أنا بعتقد من وجهة نظر أن نقطة الضعف تتمثل فينا إحنا كفلسطينيين في عدم قدرتنا على التعامل مع هاي الوسائل القانونية اللي إحنا نعيد ابتكارها كنهج استراتيجي طويل الأمد
في مواجهة محتل يستخدم أساساً القانون في الحالة هاي ما نتحدث عنه أو القانون الدولي هو أصلاً السياسة. يعني حينما نتحدث عن العلاقة ما بين القانون الدولي والسياسة، القانون الدولي أصبح في وجهة نظر السياسة العالمية هو السياسة بالأساس، وبالتالي نجد بأنه الحكومات حينما تلجأ مثلاً على تجريم حركة مقاطعة مثل البي دي أس هي بالأساس تتعامل مع القانون على أنه أداة سياسية، وبالتالي إذا كان القانون يتناسب مع مصالح هذه الدول نجد بأنها تطبقه، أما إذا كان لا يتناسب مع مصالح الدول نجد بأنها يعني تضرب القانون في عرض الحائط. شكرا. في نقطة مهمة كمان بدي أشير إليها فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. سريعا. تمام. اللي هو بال 2010 كان في واعتقد تطرق إلها الأستاذ صالح فيما يتعلق بمدى إنه كيف يمكن أن نستثمر القانون الدولي في سياق حركة المقاطعة. في قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللي هي اعتبرت، ثواني أنا بصراحة بدي أشوف أنا وين كتبتها، اللي هي اعتبرت بأنه المنتجات الإسرائيلية التي تصدر او تورد من داخل المستوطنات الإسرائيلية خارج السيادة الإسرائيلية او خارج مناطق الجمارك الإسرائيلية، وبالتالي لا تخضع للاتفاقية ما بين اللي هو الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الاتفاقية المشتركة الاقتصادية، وبالتالي هاي المنتجات تخرج كون المستوطنات المحكمة الأوروبية اعتبرتها انها داخل منطقة الاحتلال. الآن السؤال اللي انا بدي اطرحه، كيف يمكن لنا استثمار هاي القرارات اللي هي بتتعلق أساساً في صلب القانون الدولي؟ كيف يمكن استثمارها لإنجاح مثلاً على سبيل المثال لكي تستخدمها مثلاً البي دي أس في مقاومة الأفعال التي تصدر من هذه الدول أو السياسات الداخلية؟ وشكراً، أنا أعتذر على الإطالة. شكراً كثير لك. طيب أستاذ ناصر وبعدها أستاذ منى وأستاذ إيمان، تفضل أستاذ ناصر. أول شيء يسعد مساكم جميعا. صحيح روان بتجاوب، آسف على المقاطعة لأنه صار في ثلاث أسئلة. عشان إذا بدكم أنا ودكتور عواد تجاوب رح نضيع بالأسئلة. لا ما تخاف، أنا مرتبتهم تماما، رح أوجههم بطريقة سهلة. خلينا نسمع أستاذ ناصر وأنا برجع لكم سريعا. شكرا. أول شيء يسعد مساكم الأصدقاء والمحاضرين، شكرا على هذا اللقاء الماتع. بداية في سؤالين موجهين للدكتور عبد عواد. السؤال الأول، في إطار مصطلح السامية، هل هناك تحرك من خلال استغلال حلفائكم وأصدقائكم في تقديم مشروع لتطوير مصطلح السامية على غرار ما تقوم به الحركة الصهيونية وحلفائها؟ السؤال الآخر، أيضا هل هناك مسار لتطويع وتطوير ميثاق ونظام البي دي أس لتتجنب ما يثار عليها أو ضدها من خروقات مثل خطاب كراهية أو تمييز إلى غير ذلك، أي يكون خطابها رهين القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ أما في سؤال الأستاذ صالح حجازي، هو سؤال عملي، هل ترى من تعاملكم كمنظمة أمنستي كصديق للمحكمة أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي محكمة قانون أم سلطتها التقديرية مسيسة، أي أنها تذهب في إجراءات سياسية بعيدة عن صلب القانون وروح القانون، أم أنها محكمة تطبق القانون؟ أي أننا في المستقبل هل لنا أن نذهب إليها كمحكمة قانون أم لا داعي لذلك؟ شكراً. شكرا كثير. طيب نرجع لأستاذ عبد ولأستاذ صالح، وبنرجع بناخذ مداخلة أو ناخذ مداخلة أستاذة منى جاهزة، تفضل. شكرا كثير. أنا مش قانونية، سوري، دبلوماسية، فشوية من منطلق ثاني، بس بدي أسأل سؤالي إنه الـ working definition للآيرا اللي هو لحقوق الإنسان اللي هلأ قاعد عم بنتشر كل محل، بأساسه مشكلتنا كانت مع إنه التعريف نفسه كتير مبهم لاستعمالاته، والإلستريتيف إكزامبلز اللي هم الأمثلة الـ 11 اللي محطوطة عشان تعطي للناس اللي بدهم يستعملوا هذا الـ definition
على ايش يستندوا عشان يقرروا اذا الفعل اللي هم ضده لا سامي او لا. 7 من هذول الامثله ال11 هم متعلقين باسرائيل. فسؤالي بالنسبه للوضع القانوني، البلاد هذه اللي عم بنعمل فيها، عم بنطلب فيها انه هذا التعريف يندرج في القوانين، لان هم بيجيبوه على اي مؤسسه او على جامعات او على مؤسسات او على بلديات او federal government institutions، لانهم يقدروا يستعملوه باكثر طريقه ممكنه تعمل صدى. بس بالنهايه هاي المحلات زي ما قلت قانونيا تفقد بالآخر قوتها لأنه تتحارب وممكن تتوقف، بس الأثر اللي بيعمله اللي هو الخوف اللي بيولده حوالين الناس، هذا اللي أنا حساه هو الهدف الأساسي من إنه هيك تعريف يطلع، أكتر من إنه فعلياً يودي ناس على السجن. وعم بنجح في إنه بيخلي كتير طلاب يبطلوا قادرين حتى يعملوا دراساتهم أو إنهم يشتغلوا بحركات طلابية لأي إشي له علاقة في فلسطين. وكمان الناس الأجانب اللي هم بدهم يشتغلوا دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين بخافوا. ففي حال إنه إحنا بعدنا شوي يمكن عن الهدف الأساسي لليش هدول الناس عملوا هذا التعريف، اللي هو مش قانونيته، اللي هو قديش تأثيره، كيف ممكن يكون في عنا طريقة إنه إحنا نحاربه بإنه نقيم القوة منه اللي يقدروا عن جد ينفذوا الهدف الأساسي اللي عملوه عشانه. شكرا. شكرا كثير. أستاذة إيمان عندك مداخلة؟ يا مساء الخير جميعا، وشكرا كثير على هذا هذه المداخلات وهذا النقاش الثري. سريعا بدي بس ابني على نقطه منى، ممكن ابدا من عندها، اللي هي موضوع تعريف معاداه الساميه، واللي هي هل حاليا في حسب ما شفنا مثلا في المحاكم الاوروبيه مثل تحديدا في خط ما بين اللي هي معاداة السامية أو اللي هو التمييز وخطاب الكراهية وما بين حرية التعبير. المحاكم بتحس إنه في تخبط، يعني بعض القضايا اللي هي اللي حكمت فيها المحكمة الابتدائية على سبيل المثال في بريطانيا بإنه هاي القضية هي عبارة عن حرية التعبير، ثم قامت مثلا الحكومة البريطانية بالاستئناف لهذه القضايا فيما يتعلق بحرية أو حرية اللي هو صناديق التقاعد في البلديات إنها تسحب استثماراتها من الشركات الأجنبية، بما وهذا بالضمان اللي هي الشركات التي تعمل في المستوطنات. فمثلاً المحكمة البدائية صح قالت إن هذه حرية تعبير، عن حرية تعبير وهي حرية لهذول الحكومة البريطانية في المقابل استأنفت، في الاستئناف قالوا لا، إنه حكموا لصالح الحكومة البريطانية. بعدها المحكمة العليا ب 2020 بعد 4 سنوات رجعوا استأنفوا، تم الاستئناف مرة أخرى من قبل جهات تابعة على البي دي اس، وتم بالأخير الحصول على قرار لصالح البي دي اس. فبالتالي شو هذا الخط؟ هل هو خط سياسي ولا هو خط قانوني غير واضح؟ هل هو غير واضح شو هي أبعاد اللي هي أو البرود اللاين، يعني الكروسنج لاين بتوين حرية التعبير وبين خطاب الكراهية والتمييز؟ وشو النقطة الثانية اللي هي شو هي تعريف معاداة السامية؟ حكت أستاذة منى مشكورة إن هي بعض النقاط اللي هي شو يعني اللي هي تعتبر أمثلة على معاداة السامية، لكن ما في تعريف واضح إلى الآن. فبالتالي كيف تقدر البي دي اس إنه هي تتجنب إن هي تدخل في مساحة خطاب الكراهية وفي مساحة معاداة السامية، في حين إنه ما في تعريف واضحة تماماً حتى عند المحاكم اللي بتتخبط ما بين yes or no، إنها هي كيف هي بتتجنب هاي الإشكالية؟ كيف بدنا نتجنب البي دي اس؟ يعني إحنا هلأ بدنا نمشي، فبدنا نتجنب إنه نوقع بخطاب كراهية، كيف بدنا نتجنب إنه نوقع بمعاداة السامية؟ مثلاً هلأ أخيرة بس إنه البرلمان البريطاني يسعى الآن إنه يوضع تعريف واضح لمعاداة السامية يدرجه قانونياً، هذا السعي الآن عشان بعد هيك يقدروا إنه هم تبلوك اللي هي بعض نشاطات البي دي اس. فهل في نشاطات للبي دي اس بهذا الموضوع؟ مثلاً هي شو بتقدر تعمل بهذا السياق؟ هذا
شكرا إيمان. دكتور عبد، يعني الأسئلة عندك أنا ممكن أجملهم يعني بالحديث، ومنيح اللي أخذنا كل المشاركات مع بعض لأنها كلها بتتقاطع. فمن عند أستاذة هبة حكت عن الرد على التمييز الديني أو الوطني، وقديش ممكن يكون في استخدام لاستثناء الضرورة، وكمان موضوع اللي تفضلت فيه إيمان عن الكراهية والسامية ومعاداة اللاسامية والتمييز، إنه أكثر هاي الأسس أو المبادئ اللي بتم الاستناد لإلها لتقويض عمل البي دي أس أو الطعن يعني بنشاطات البي دي أس ورفع القضايا ضدها. وكما تفضلت أنت من البداية إنه هي المعركة سياسية ولكن يستخدم القانون كأداة فيها، فتفضل. وايضا بس عشان ما انسى اذكرك كمان انه كان في عندنا سؤال انها تكون البي دي اس عباره عن اطار استراتيجي واداه قانونيه كحركه عالميه، هل يمكن ان تتسع البي دي اس او ان تصل الى ذلك؟ دكتور عبد مش سامعينك بس. نعم. واحد خلي المشاهدين يعرفوا انه احنا بامريكا hate speech is protected speech. So خطاب الكراهية يأتي ضمن حماية حرية التعبير. فبنرجع إنه الموضوع سياسي بحت، إنه في الآخر لما بنصنف BDS كخطاب كراهية ولا سامية، فقط إحنا نريد أن يعني شرعية BDS تصبح عرضة للشك. فهو موضوع سياسي. موضوع التمييز، يجب أن يكون هناك مؤسسة تميز، تميز ضد عامل موظف، تميز ضد يعني شراء من شركات معينة. لما بنحكي تمييز في موضوع البي دي اس هو مرة أخرى موضوع سياسي ليحاولوا أن يصنفوا البي دي اس في مجال تمييز ضد اليهود واللا سامية. ما في قانون رح يمنعهم، هذا بس تمييز، يعني إنه الحكومة لن تتعاقد معك، إنه البي دي اس ممثل لن يأتي على السي ان ان وعلى التلفزيون لأنه يعتبر لا سامي و و و. هلا بموضوع التعريف، لا يوجد لدينا طريق. إحنا في نيوجيرسي على سبيل المثال قدموا تعريف للسامية كان عام جدا، كتبنا وتناقشنا مع مرشحين أعضاء البرلمان في مستوى الولاية وعارضنا هذا القانون ونجحنا في عدم اعتماده بولاية نيوجيرسي. هلا بمسألة الاستراتيجية، أنه البي دي اس كأداة استراتيجية في مقاومة أو إعادة ابتكار أدوات لمقاومة هذا الاحتلال، أنا في رأيي نعم هناك استراتيجية وتستطيع أن تكون عالمية. للأسف الشديد إنه الفلسطينيين لا يقودوا بهذا المجال، هذه حركة غير مركزة عفوية موجودة في جميع الجامعات وفي جميع أنحاء العالم، لكن بسبب غياب التيار القيادي السياسي الفلسطيني في دعم هذه المقاطعة، خصوصا عندما عندك نظام سياسي فلسطيني برام الله عماله بيشتغل معاهم وبيشتري السلع الإسرائيلية، إحنا نقاطع وهم ما عندهم هذا النهج أن يبنوا عليه. فغياب قيادة فلسطينية أن تنتهج وتاك ادفانتج أوف هذه الأداة الجديدة غايب. ولكن أنا أعتقد بفشل أوسلو وبالوضع اللي إحنا بنشوفه، دكتور عبد، هل ممكن أن يختلف نتيجة نشاط الحركة إذا تم تبنيها من خلال إطار رسمي فلسطيني؟ وهذا السؤال الذي تفضل به. طبعاً absolutely. يعني أنت عندك في أمريكا، أمريكا نظام مختلف عن أوروبا يعني من ناحية القوانين وحرية التعبير وكذا. عندنا بأمريكا ما بين 500,000 أرقام قصيرة ل 800,000 فلسطيني بأمريكا. لو في موقف رسمي من التيارات ومن العقول السياسية اللي موجودة في الداخل أن نتبنى أداة البي دي اس كخيار استراتيجي لمقاومة هذا الاحتلال، موضوع هيختلف.
احنا زي ما بيقولوا الفلاحين يعني زي الاطرش وضايع طاسته في العرس مش عارف وين الله حاطه. سو غياب قياده غياب هذا هو سبب البي دي اس ضعيف ماليا ضعيف بدعم سياسي خارج العفويه من الطلاب ومن الشباب. يعني في حين انه اسرائيل وكما تفضل استاذ صالح بتسخر وزاره كامله لدعم او يعني خلينا نحكي لدعم المناهضين للبي دي اس بمعنى انه يعني محاربه البي دي اس، نحن يعني لا نولي اهميه لهذا الموضوع ربما لتغير الموازين كلها. ننتقل لعند أستاذ صالح. أستاذ صالح يعني الأسئلة وتحديدا هل ممكن اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية حول موضوع البي دي أس، ولا أنه إحنا فاقدين الأمل أيضا لكونها تتعاطى بالسياسة أكثر من تعاطيها بالقانون حتى إذا ما نظرنا لكل الوضع في المحاكم الأمريكية أو الأوروبية إلى آخره فكلها تتعاطى بالسياسة ولا تتعاطى بالقانون أيضا؟ لا بظنش نقدر ندعي انه كل المحاكم تتعاطى بس بالسياسه وغير القانون يعني، وهنا في خلال المداخلات والمشاركات المختلفه حتى يعني باخر شيء من الاستاذه ايمان بانه لما بتوصل فعليا لمحاكم عليا في قرارات بتكون جدا واضحه لحمايه الحق في حريه الراي والتعبير. يعني هلا بالنسبه للمحاكم الاسرائيليه من وجهه نظرنا احنا كمنظمه عفو دوليه، المحاكم المنظومه القضائيه الاسرائيليه هي جزء لا يتجزا من منظومة انتهاكات حقوق الإنسان. يعني وبدأ أشير في قضية مثلا عمر شاكر وتقديمنا لمذكرة قانونية كانت هذا على أساس مبدأ، وفي بيان نشرناه من بعد إقرار قرار طرد الأستاذ عمر شاكر إحنا أشرنا بأنه المحاكم الإسرائيلية عمالها بتكون جزء لا يتجزأ من أجندة المعادية لحقوق الإنسان في دولة إسرائيل. غير عن هيك نيجي نطلع على قضايا أخرى عديدة، يعني مثلاً بنشوف المحكمة العليا فعلياً يعني بتقر في جرائم حرب، وهنا بدي أعطي مثلاً مثال قرية الخان الأحمر اللي أقرت محكمة العليا العدل العليا الإسرائيلية بهدمها بشكل كامل. يعني فهنا في إقرار من أعلى سلطة قضائية في قيام بجريمة حرب، فهذه جداً واضحة يعني بالنسبة للمحاكم الإسرائيلية. بس خليني بدي أرجع شوي لموضوع وأظني هذا في صلبه، لو بنرجع كمان مره لتعريف البي دي اس لنفسها واهدافها. البي دي اس بتوصف اسرائيل على انها دوله ابارتايد، بمعنى منظومه تمييز عنصري وفصل عنصري وهيمنه عنصريه، وعلى هذا الاساس يستوجب القيام بعمل معين، وهذا العمل هو المقاطعه، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها. وهذا بفرق على انه فعليا انا ادعو لمقاطعه هذه الدوله كونها 1-2-3 او لهذه المجموعه كونها يهوديه او مسلمه أو فرنسية لهذا السبب فقط. المقاطعة في إلها الهدف في حماية حقوق الإنسان، وهذا جدا إشي جدا مهم. وبرجع بشير على يعني الأستاذة هبة في سؤالك، يعني بشير لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في دحض القرار الفرنسي باعتقال وإدانة الناشطين 10 على إنهم قاموا في الدعوة للتمييز العنصري. يعني وهنا المفارقة بين قرار المحكمة الفرنسية وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هنا جدا مهم. بالنسبة للأستاذ أحمد أبو الفول، أولا المقاطعة لا تدعو فقط لمقاطعة منتجات المستوطنات، هي تدعو لمقاطعة جميع المنتجات الشركات والمؤسسات الإسرائيلية يعني بشكل كامل. وبدي أشير برضو لجزء من حركة المقاطعة اللي بتسمى PACBI Palestinian Academic and Cultural Boycott of Israel، اللي هو بيقوم بالتركيز على المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل. وهنا منيجي مثلا لجامعات لفرق الرقص والموسيقى وغيره لما بيكون في استعراضات عندهم لبرا، وهنا في نجاح فعلا جدا مهم واللي بتعتبره إسرائيل، وليش أدت لإسرائيل اعتبار حركة البي دي اس خطر استراتيجي، يعني لأنه حتى هذا التواصل يعني العماله بيكون على مستوى الأبحاث الأكاديمية أو المشاركة الأكاديمية أو المشاركة الفنية والثقافية حركة المقاطعة عمالها بتستهدفه. بالنسبة لسؤال إذا تبني السلطة لحركة البي دي اس، مش أنا اللي أجاوبه، بس أنا بحكي إنه في شيء كتير مهم يعني وعن جد جوهري، بإنه الدعوة للمقاطعة هي جاي من المجتمع المدني الفلسطيني بدعوة من أكثر من يعني مئات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، فهي جدا مهمة. اللي بوصلني بعدين للأستاذ وديع معي. أنا آسف على المقاطعة، أستاذ صالح، بس أنا السؤال كان شوي قانوني بحت.
إذا ما تبنت السلطة حركة المقاطعة، هل ممكن هذا يغير في من ناحية القانونية، من ناحية الإجراءات المتبعة في المحاكم الدولية، خاصة من خلال الانترستيت اربيتريشن؟ احنا بنعرف انه على المستوى الدولي الدول احيانا تقاضي دول اخرى نيابه عن افرادها، وبالتالي اللي انا بحكي بكل بساطه باختصار، انا اسف على المقاطعه بس باختصار، بما انه حركه بديش احكي البي دي اس تعتبر اسرائيل انه عندها ابارتايد فصل عنصري، سيبنا من البي دي اس، بما انه عدة أجهزة سؤال وعملت هلأ كمان مرة مداخلة ف والله أنا كنت كان حكالي إنه الموضوع تفاعلي، فوجدت إنه المداخلة ملحة، إذا بدك بسكت وخلص ما بدي. لا لا طبعاً طبعاً طبعاً، بس عشان أنا مش هاخد أكثر من دقيقتين أو دي عشان ما نضيع، بس عشان ما نضيع أنا أستاذ صار أنا دخلت عشان ما نضيع، معلش أنا آسف. بسرعة الفكرة اللي أنا بحكي فيها، بما إنه مجلس حقوق الإنسان عمل قائمة سوداء للشركات، بما أنه تقارير من الأمم المتحدة أشارت للكوليكتيف بانشمنت على غزة أو الأبرتايد أو لمحت في الأبرتايد فيما يخص إسرائيل، لماذا السلطة الفلسطينية لليوم مصرة أنها ما تتبنى البي دي أس وتقول بالصوت العالي أنه في عندنا أبرتايد زي ساوث أفريكا؟ بالعكس ديزمن توتو لما أجى على 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 رام الله قال لهم انه هذا اسخم من اللي كان عندنا في ساوث افريقيا، صحيح؟ فليش ما السلطه الفلسطينيه لحتى الان ما تاخذ الخطوه هاي وتتبنى هذا الموقف وبالصوت العالي يقول لا في عندنا ابرتايد وكدوله بدنا نجابه ونتبنى الحركات اللي بتنهض؟ شكرا، انا اسف على الاطاله استاذ رون. شكرا لك. يعني استاذ احمد احنا بنحاول انه في لقائنا اكيد الموضوع لا يعني ما بنفك سياسيا عن قانونيا، ولكن احنا بدنا نعطي تسليط الضوء اكثر على الجانب القانوني لموضوع البي دي اس اكثر منه انه احنا مع او معارضين. يعني احنا بالاخر طبعا يعني تفضل استاذ صالح. طبعا السؤال بس يعني مش هو، مع انه احنا عشان خلصنا الوقت، بس يعني هذا نقاش جدا كبير، بس بالضروره يكون في عندنا حدا ممثل عن السلطه اللي يجاوب على سؤالك استاذ احمد، مش هقدر اجاوب عليه انا. فالسؤال فعليا انه سؤال جدا مهم للقياده السياسيه حاليا الموجوده، ليش بتتبنوا هذا الموقف وما بتتبنوا هذاك، وايش الاستراتيجيه العامله يعني؟ فسؤال مهم مش محلي ان انا اجاوبه. بالنسبة للأستاذ منى وتعريف الـ IHRA للأسامية والأمثلة اللي بعطوها اللي بأغلبها وفعليا أمثلة على انتقاد إسرائيل، هذا إشي جدا مهم وأنا بعتبره جزء من الـ Weaponization of Antisemitism. والشغل اللي هم بدي أشير عليها بدون الإطالة إنه الموضوع هو سيف بحدين. إذا التعريف موجود هيك، تعال نسمع برضه في مجموعات يهودية موجودة في أمريكا وفي أوروبا اللي بيقولوا بتعريف بهذا الشكل اللي هو بيركز على انتقاد إسرائيل وسياسات إسرائيل، فعلياً عماله بيسمح للاسامية بأنها تتفشى بشكل كتير كبير، وهذا جداً واضح. إذا منيجي منطلع على أوروبا وأمريكا وين في مشاكل جداً كبيرة، وأكبر مشاكل الموجودة بالنسبة لمعادة السامية موجودة هناك، بنشوف أنه في خطاب كراهية موجه ضد اليهود، في هجوم بيصير على التجمعات والمجتمعات اليهودية الموجودة هناك، وهذا ما له علاقة بإسرائيل، بنشوفه جاي من أطراف مختلفة تماماً بتآمن فيه فعلياً الوايت سوبرامسي أو الهيمنة البيض على المجتمعات الأخرى بما فيها اليهود يعني. وفي هنا في دق يعني فعليا ناقوس الخطر الموجود من المؤسسات الحقوقيه، لما على سبيل المثال انا اشرت على كيف وزاره الخارجيه الامريكيه في صدد نشر تقرير اللي بتدعي فيه بانه امنستي هيومن رايتس ووتش واوكسفام وغيرهم هم معادين للساميه بسبب انتقادهم لاسرائيل، اجت مؤسسات بما فيها يهوديه بما فيها رابايز موجودين في امريكا وقالوا انه هذا الحكي خطر جدا، لأنه أنتوا عمالكم بتحرفوا البوصلة من وين ما في مشاكل فعلياً متعلقة باللاسامية لا إشي سياسي بحت المتعلق فقط بانتقاد انتقاد إسرائيل، خلينا نحكي. فهذه شغلة كتير مهمة. هلأ بالنسبة للتعريف ذاته، يعني أنا بحكي لأنه في نقاش مثلاً دائر في منظمة عفو الدولية، إحنا ضد تعريف إشي لاسامية أو إسلاموفوبيا على سبيل المثال، يعني التمييز العنصري واضح، العمل العنيف على أسس
مثلا عنصرية، شغلات واضحة، وهو بيتم يعني يعني it is condemned anyways. فخلينا أنا هون، أنا بعرف إنه طلنا في الوقت، شكرا كثير. طيب شكرا أستاذ صالح. معنا مداخلة أخيرة من أستاذة ريمون، عشان بس نعطيها حقها بعد إذنكم أستاذ عبد الله، أستاذ عبد وأستاذ صالح معلش، وبعدها بنختم على طول. تفضلي أستاذة ريمون. يسعد مساكم جميعا أساتذتي وزملاء كرام، ومشكورين على هاي الندوة، المداخلات القيمة والخطاب القانوني والمحاولات المحاولات المهمة دائمة لتحقيق شيء من الانتصارات القانونية والقضائية على صعيد القضية في ظل هذه الظروف العالمية المختلفة والمتغيرات على كل الصعد. طبعاً الاجتهاد القضائي والقانوني دائماً مهم، في النهاية منظمة كمنظمة أو حركة كحركة المقاطعة زي ما لاحظنا من النقاش يقوم نشاطها على الكر والفر ومحاولات دائماً رغم كل محاولات المضادة ضدها لإثبات الوجود. وأكيد أكيد أكيد إنه النتائج اللي حققتها الحركة هي عززت من وجودها لليوم من 2005 2014 لما أخذت دولة فلسطين وضع قانوني في الأمم المتحدة. إحنا كنا متأملين إنه تكون معركتنا في ظل غياب المعركة الحقيقية على ميدان في الوقت وعدم السماح للظروف، فتمنينا إنه يكون عندنا معركة قانونية حقيقية مع المحتل لتثبيت حق غائب مع غيابات الاهتمامات وفرض للظروف الكبيرة عليه. بالتالي القرارات القضائية اللي صدرت عن المحاكم الأوروبية أكيد تعزز من وجود وأهداف هذه المنظمة. الجانب الإعلامي كان مهم ولازم يكون أوسع ونطاقه أوسع في حالة تحقيق أي مكسب قانوني لحركة المقاطعة، ويجب البناء عليه. يعني بنشر عن الحركة، بعزز وجودها، بنشر أهدافها حتى في المناطق التي لم تدرك بعد ما هي حركة المقاطعة وشو أهدافها، وقد يعزز أيضاً لخبرات كثيرة موجودة حول العالم إنهم يتبنوا أهدافها ويثروا هذه الأهداف وعززوها من خلال المبادرة، ربما مبادرات قضائية وقانونية تعزز هذه الحركة. مهم جدا آخر شغلة إنه نستغل الثغرات القانونية الممكنة ما أمكن والقضائية، والوصول ومتابعة كل الدرجات القضائية في تحقيق مكاسب لصالح حركة المقاطعة، والتواصل مع أعضاء الحركة ما أمكن لرفضها بخبرات شبابية وقانونية من خلال المنظمات الحقوقية غير الرسمي مع الغياب الرسمي طبعاً الداعم لمثل هذه الحركات. تمام، شكراً كثير لك أستاذة ريمون. أنا بدي أرجع بأقل يعني من نصف دقيقة لأستاذ عبد ونصف دقيقة لأستاذ صالح، إذا بتحبوا تحكوا أي شيء أو تختموا بأي شيء بتحبوا أنكم تذكروا. دكتور عبد، أختم إنه دراسة المقاطعة وهذه الحركة من ناحية قانونية وسياسية مهم، لازم نستمر في هذا النقاش. خلينا نأخذ بالمضمون إنه كل القوانين الدولية والمؤتمرات والقرارات الأمم المتحدة منذ 70 عاماً مع فلسطين ولم تنفذ. فالقانون والمرجعية القانونية هي قاعدتنا للانطلاق لتحرير ومقاومة الاستبداد والنظام الأبارتايدي، بس بدون دعم سياسي، بدون السلطة أو الكيان السياسي، القيادة السياسية أن تتسق مع المجتمع المدني الفلسطيني زي ما قال أخونا صالح، كل المجتمع المدني الفلسطيني مع المقاطعة، وبدأت المقاطعة من هذا المجتمع المدني، ولكن لا يوجد اتساق ما بين هذا المجتمع المدني وبين قيادة الشعب الفلسطيني السياسي. سيجب أن نسلط الضوء على هذا الخلل المنهجي إذا أردنا البي دي أس أن تنجح وأن ندعم تحرير شعبنا من قيود هذا الاحتلال وهذا الاستعمار وهذه العنصرية. أستاذ صالح،
سريعا انا بس بدي احكي انه الموضوع هو موضوع حقوقي بحت. الدفاع القانوني يعني الاشاره لاخر مداخله ما بحاجه انه يعني لايجاد ثغرات، يعني هو بحاجه انه يستند على مبادئ اساسيه للقانون، الحقوق، الحق بحريه الراي والتعبير، وهذا هو. عشان هيك بنشوف لما بتوصل فعليا يعني التحدي لاي عمل بحد من الدعوه للمقاطعه والحق المقاطعه، بنشوف كيف بس يعني بوصل لحط يعني حيط مسدود لما بيجي خصوصا نحكي في سياق ديمقراطي او ديمقراطيات يعني اللي فيها سياده للقانون واحترام للحقوق يعني، وهذا جدا مهم. وهنا يعني بدي انهي. شكرا جزيلا لكم جميعا. يعني شكرا جزيلا أستاذ صالح ودكتور عبد، يعني لم نتوقع أن يكون النقاش بصراحة بهذه الطريقة. بشكركم باسمي وباسم منظمة القانون من أجل فلسطين، والشكر موصول لجميع المشاركين والمشاركات والحضور. بنتمنى أنه تكون هاي الجلسة، وهي أولى جلسات الجلسات النقاشية لمنظمة القانون من أجل فلسطين، نتمنى انها تكون يعني لبت الطموحات وتم الاجابه على التساؤلات لدى المشاركين، وكان يعني وقت مثمر للجميع. دكتور احسان، بتحب تحكي اي شيء في الختام؟ تسلمي روان، احنا اخذنا من وقت الضيوف ومن وقت المشاركين تقريبا 53 دقيقه او 23 دقيقه عفوا. انا شفتهم مستمتعين، حبيت اشوفكم يا رب. انا تسلموا صحيح، بس انا ما بدي اخذ اكثر من هيك من وقتكم، بس شكرا لكم كثير. شكرا كمان للي عم بيتابعونا بالمنصه تبعت لو فور بالستاين، الاعضاء في الملتقى، تحياتي لكم برضو، وتحياتي للمشاركين، تحياتي استاذ صالح، دكتور عبد، شكرا كثير لكم، شكرا لروان، يعطيكم العافيه. لقاءنا الشهر القادم ان شاء الله في موضوع جديد. شكرا، يعطيكم العافية. تحياتي، شكرا.